السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من زملكاوي. إن شاء الله مستمر معاكم كضيف في تقديم حلقات برنامج زملكاوي. يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم، وإن شاء الله الحلقة تنال إعجاب حضراتكم. في الحقيقة الأيام اللي فاتت إحنا شفنا فوز مهم جدا لنادي الزمالك، شفنا رباعية في أول المباريات أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي، فريق كان محترم وسوري يحترم الفريق بشكل كبير جدا، وبعد كده قال لهم نقفل صفحة الاتحاد المنستيري وهنخش في صفحة أهم، هي صفحة مباراة الشباب السعودي اللي هتتلعب بكرة بإذن الله. مباراة صعبة جدا، مباراة مهمة جدا، لكن فوز نادي الزمالك في أولى المباريات رسالة قوية جدا ومهمة جدا لكل فرق البطولة، إن نادي الزمالك موجود في البطولة بقوة. نادي الزمالك يقدر يوصل ويقدر يصول ويجول ويفوز ويمتع ويبدع زي ما شفنا في المباراة الأولى كده، رغم الموسم المحل الصعب جدا اللي انتهى. ولكن في حاجة دايما هي الباقية، وهو اسم نادي الزمالك العظيم. عشان كده مكاسب البطولة العربية مش بس هتبقى مجرد انتصارات، انك توصل لأبعد مدى في البطولة، لا، هي فرصة كمان انك تأكد على اسم وعراقة نادي الزمالك، وما أحلاه ان التأكيد ده يجي بفوز كبير جدا في أولى المباريات. بكرة عندنا مهمة كبيرة جدا في البطولة العربية، ماتش الشباب يختلف تماما تماما عن مباراة الاتحاد المنستيري. في ناس كتير قالت ان التدريج او التدرج في ترتيب مبارياتنا للزمالك في دور المجموعات ده امر مهم حلو قوي وجميل قوي، والناس مبسوطة جدا من الترتيب ده. ولكن في ناس كتير جدا بتقول ان فريق الشباب كمنظومة كفرقة متجانسة أقوى بكتير جدا من النصر اللي بيمتلك الأسامي على المستوى الفردي. فأنت قدام فريق بيلعب كورة متجانس بشكل كبير جدا، فأنت لازم تبقى واعي أوي 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 للنقطة دي. لعبتنا الزمالك مطلوب منهم إيه؟ مطلوب منهم التركيز، لازم نركز بشكل كبير جدا جدا وانت داخل على مباراة زي دي. أولا، الفريق اللي قدامك عنده مدير فني جديد، مدير فني لسه أول مباراة ليه، فهتلاقي اللعيبة قدام نادي الزمالك في أول مباراة تحت قيادة فنية جديدة، في أي حتة في العالم تلاقي اللعيبة بتدي بدل 100% من مجهودها بتدي 300% من مجهودها. طيب، أنت دلوقتي لازم تواجه نفس اللعيبة دي بنفس دوافعها، الدفع عندك يبقى مضاعف، التركيز عندك يبقى مضاعف، الموضوع لازم يمشي كده. لعبتنا الزمالك هنحترم فريق الشباب السعودي، هتكسب بإذن الله. كل ما تدي كل الفريق مقداره تلاقي نفسك انت ربنا بيكرمك وبيسهل لك الدنيا، فده أمر مهم جدا. عندهم لعيبة كبيرة جدا، عندهم بانيجا في نص الملعب، ويمكن أسوريو اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي، راجل على مستوى عالي جدا بينقل الفرقة في لمح البصر، تلاقيه واخد الكرة ولافف وشه ورايح على مرمى نادي الزمالك، لا ده لعيب بيتوقف معاه ويتركز معاه وتركز مع كل الفرقة، لأن الفرقة كلها متجانسة وماشية بشكل كويس جدا. اللي أنا بتكلم عليه إن الفرقة دي فرقة كويسة جدا جدا جدا، ولكن هتبقى مجهودها اكتر وتركيزها اكتر ودوافعها اكبر عشان معاهم مدير فني جديد، ده امر مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله تبقى مباراه فيها حاجات كتير جدا بالنسبه لنادي الزمالك، يبقى فيها قوه، يبقى فيها تركيز، يبقى فيها روح، والنتيجه دي بتاعت ربنا. اعمل اللي عليك، ادي اللي عليك في الملعب، ابذل مجهود في الملعب، هتلاقي الجمهور بيقدر ده حتى لو لا قدر الله النتيجة مش في صالح، لكن إن شاء الله بإذن الله النتيجة تبقى إيجابية وفي صالح نادي الزمالك.
الجمهور هيقدر ده، مجلس الإدارة حتى هيقدر ده، هيقول لك لا اللعيبة عملت اللي عليها. مستشار مرتضى منصور يطلع يقول لك لا اللعيبة عملت اللي عليها، ولكن هي دي الكورة، هي دي المنافسة، في فريق بيبقى موفق وفريق مش موفق، ولكن اعمل اللي عليك. دي رسالتنا للاعبي نادي الزمالك، وباذن الله هم قدها زي ما شفنا البدايه حلوه جدا معاهم. ان شاء الله باذن الله نشوف تاني المباريات نفس الشراسه، نفس القوه، نفس التركيز، وباذن الله ربنا هيوفقنا في هذه المباراه. طيب، ناس كتير اتكلمت عن المباراة الأولى كانت سهلة، المباراة التانية صعبة، هو ده الطبيعي، مش كل المباريات زي بعضها. عندك مباراة ممكن تبقى أنت راكب المباراة من بدايتها كده زي الاتحاد المنستيري، مباراة سهلت عليك عشان أنت كنت مركز وعندك المبادرة. الماتش بتاع الشباب نفس الكلام، لو أنت عندك المبادرة ربنا هيوفقك ويكرمك وهتركب المباراة وهتحرز. ده اللي المفروض يبقى في عقيدة لاعبي نادي الزمالك. خلي بالك نادي الزمالك احنا بنقول واحنا واقعيين، الموسم ما كانش موسم احسن حاجة يعني، ولكن انت قبلها واخد الدوري مرتين، واخد كاس مصر، ده طبيعي. المنافسة مفيش حد بيمشي طول الخط لوحده، مفيش حد هيفضل يكسب على طول، ونادي الزمالك الكينج في الحتة دي، في وسط العثرات، في وسط الصعوبات تلاقيه بطل. الأمثلة كتير جدا، الأمثلة كتير جدا، مش هبعد قوي، ولكن أقول لك السنة اللي قبل اللي فاتت اللي حقق فيها نادي الزمالك بطولة الدوري ما كانش فيه صفقات، كان فيه إيقاف قيد، ولكن ربك بيكرم. الفرقة كان تقريبا نص قوامها من اللعيبة الشباب، ما كانش حد يعرف مين اللعيبة دي، ولكن كان في مدير فني اعتمد، الإدارة جابت مدير فني كبير وقتها فريرة، الراجل في وقتها قدر يستغل اللي موجود، اللي موجود في قطاع الناشئين، في لعيبة شباب، في لعيبة كانت بتتمرن على فكرة مع الفريق الأول بس ما بياخدوش فرصة، ادالهم الفرصة والدنيا مشيت وكملنا الموسم. الناس كلها ما كانتش متوقعة إن نادي الزمالك بدون ولا صفقة ياخد الدوري، وقد كان دايما في وسط الصعوبات انت بتقدر تكسب. نادي الزمالك محدش يتوقعه، ما عندكش صفقات، ما عنديش صفقات، طب هتعمل ايه؟ ده انت لو فنشت تالت ولا رابع ولا خامس ده انت كده تبقى ايه، تبقى عملت انجاز. نادي الزمالك بطل الدوري النسخة قبل اللي فاتت دي، مش كده وبس، بتاخد الكاس كمان، ومش بتاخد الكاس مثلا من فريق عادي، لا ده انت بتاخد الكاس من المنافس التقليدي ليك، وبتكسب فوز مستحق في مباراة يعني نتيجتها ما كانتش تدل على مجرياتها. اللي يتفرج على ماتش الكاس ده بتاع نادي الزمالك كنت تقول لا ده نادي الزمالك يفوز يحط جولين ثلاثة أربعة كده في الشوط الأول بس وقتها، ولكن نادي الزمالك قدر يكسب الكاس من الغريم التقليدي في ظل ايه؟ في ظل ما عندكش اي صفقات، فده امر مهم جدا. ده اللي احنا بنقوله، في وسط العثرات، في وسط الصعوبات، لا ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك بيقدر يعمل كده، بيقدر يتخطى كل الصعوبات دي. فلاعبتنا رجاله ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه قدامنا اللعيبه كلها، في حاله جميله جدا بين اللاعبين. خلي بالك نقطة مهمة قوي، تواجد الونش وهو مصاب وبيعمل تأهيله في الإمارات، لا يروح السعودية يدعم الفريق ويبقى مع الفريق. لفتة طيبة جدا من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، يصمم من كابتن عبد الشافي نجم الخلوق الكبير يبقى متواجد مع الفريق، ده لفتة طيبة جدا وأمر مهم جدا إن لعيبة كبار زي دول يبقوا متواجدين، لان هما مثل وقدوه. واحد زي عبد الشافي يبقى متواجد بيدعم الفرقه، ده امر مهم جدا. الونش راجل رباط صليبي وبيعمل تاهيل في الامارات، لا يجي تواجده مهم ومهم جدا.
بتشوف اللعيبه بتشيد بتواجد الونش وعبد الشافي. فتوح بيتكلم عن ان الكابتن عبد الشافي ده من امتع الناس اللي عينه شافتها بيلعب في الحته دي، حته الباك ليفت. خلي بالك برضو عشان الناس ما تختزلش عبد الشافي في انه لعيب مهذب ومحترم، ده لا خلاف، ولكن قيمته الفنيه كانت كبيره جدا 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 في كل المراحل اللي لعب فيها، سواء مع نادي الزمالك حقق 10 بطولات مع نادي الزمالك، عد بقى 3 دوري و4 كاس وسوبر مصري وسوبر افريقي. فتروح اهل جده ولا عمل اي مشكله، الراجل مشي بطريقه جميله جدا، لعب في اهل جده، قدر ياخد مع اهل جده 4 بطولات مع منتخب مصر. محدش يقدر ينسى الجيل الذهبي انه خد مع منتخب مصر كاس امم افريقيا. فالراجل بصمته مهمه جدا، ولعيب قيمته الفنيه كبيره وقيمته الاخلاقيه مهمه جدا جدا، فتواجده هيعمل مؤازره بشكل محترم جدا. الونش نفس الكلام، ان شاء الله اللعيبه قدامنا اهو. في الحصه التدريبيه كابتن مدحت عبد الهادي، يعني واحد من اقوى المدافعين اللي جم في تاريخ مصر، مش نادي الزمالك وبس. فاللعيبه قدامنا اهو ان شاء الله، حاله من التركيز على كل اللعيبه. وخلي بالك في امر مهم كمان، ان البطاقه الدوليه بتاعه اوباما وصلت، وده امر مهم جدا ان شاء الله يحق له المشاركه في المباريات اللي جايه، برضو اضافه قويه بعد ما اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور قدرت تأيد 2 من اللعيبه الواعدين جدا بعد انتهاء اعارتهم وسافروا مع الفريق، احمد زكي وحمدي علاء. احمد زكي كان معار لزد، وحمدي علاء كان معار للبنك الاهلي، الاثنين يحق ليهم المشاركه باذن الله. فان شاء الله باذن الله نادي الزمالك بيدخل المباراه دي بافضليه الفوز في المباراه الاولى، وده امر مهم جدا، بيحتل صداره الترتيب. مهم قوي انك تكمل على ده، انك تكمل بعد كده وتخش مباراه الشباب السعودي وانت كسبان. لما تكسب خلاص انت تصدرت، لما تكسب المباراة التانية خلاص انت كده ضمنت ان شاء الله بإذنك يا رب بدون مقاطعة انك تصعد للدور التاني. فده شيء مهم جدا، انت داخل بمعنويات كبيرة جدا جدا جدا. دي بعض النقاط اللي حبينا نتكلم فيها في بداية حلقتنا، ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق لنادي الزمالك في مباراة بكرة. مباراة تكون ان شاء الله الساعة 6 مساء بإذن الله. وهنروح دلوقتي لتقرير مميز جدا عن مواجهاتنا للزمالك والأندية السعودية الشقيقة، نروح ونرجع لكم مرة تانية. انتصار عريض حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برباعية نظيفة أسكنها شباك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي مساء الجمعة في مستهل مشوار الفارس الأبيض بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تحتضنها المملكة. ويخوض الزمالك ثاني لقاءاته في البطولة العربية أمام الشباب السعودي مساء غد الاثنين، حيث يعتلي بطل مصر قمة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى. تفوق كبير للزمالك في مواجهات الأندية السعودية في المنافسات العربية قبل مواجهة الشباب. وواجه نجوم مدرسة الفن والهندسة الأندية السعودية في 11 مباراة سابقة، وحقق الفوز في 6 منها مقابل تلقي خسارة وحيدة و4 تعادلات. وأمطر نجوم الزمالك شباك الأندية السعودية ب15 هدفا، بينما تلقى المرمى الأبيض 10 أهداف. الفارس الأبيض يسعى لمواصلة تفوقه في مواجهاته أمام الأندية السعودية خلال لقائي الشباب والنصر من أجل التأهل إلى الدور الثاني
وقطع خطوات نحو عناق الكأس العربية. اهلا بكم من جديد في زملكاوي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن نادي الزمالك ومواجهته امام الشباب السعودي. نادي الزمالك قابل فرق سعوديه كتير جدا، ففي يعني ناس كتير ما تعرفش النتائج اللي قدمها نادي الزمالك امام الفرق السعوديه، فاحنا هنستعرض معاكم مواجهات نادي الزمالك ومعلومات عن مواجهات نادي الزمالك امام الاشقاء الفرق السعوديه. نادي الزمالك قابل الفرق السعودية 11 مرة، فاز 7 مرات واتعادل مرتين وخسر مرتين. ده أمر مهم جدا بالنسبة لجمهورنا. طيب، نادي الزمالك سبق لي وواجه الفرق السعودية 11 مرة زي ما قلت لكم في البطولة العربية أو كأس السوبر المصري السعودي. نادي الزمالك فاز 7 مرات، منهم مرة وحيدة بركلات الترجيح كانت على حساب الاتحاد في السوبر المصري السعودي في 2003، واتعادل مرتين وخسر مرتين، مرة منهم برضو بركلات الترجيح في كأس لوسيل في العام الماضي. الشباب هو سادس نادي سعودي يواجه نادي الزمالك، وسبق للفريق طبعا فريق نادي الزمالك انه واجه فرق سعودية زي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والاتفاق. احتل فريق الشباب السعودي المركز الرابع في الدوري السعودي الموسم اللي فات، وتأهل للبطولة عبر التصفيات من بوابة القوة الجوية العراقي ثم فريق تشرين السوري. نادي الزمالك بيلعب في البطولة العربية بصفته بطلا للدوري المصري في موسم 2021-2022، وفاز نادي الزمالك بلقب البطولة العربية عام 2003، ده طبعا في النهائي الشهير اللي فاز فيه نادي الزمالك على الكويت الكويتي. فريق الشباب حقق لقب البطولة العربية مرتين قبل كده، الأولى كانت عام 1992 على حساب العربي القطري، والمرة الثانية فاز فيها على حساب الجيش السوري في نسخة 1999. نادي الزمالك واجه أندية كتير جدا، أندية سعودية كتيرة، ولكن دي المرة الأولى اللي يواجه فيها نادي الشباب السعودي. تعالوا كده نستعرض بقى تاريخ مواجهات فريق نادي الزمالك أمام الفرق السعودية. نادي الزمالك في البداية واجه فريق النصر السعودي في تصفيات البطولة العربية أبطال الكاس عام 2000، كانت نتيجة المباراة دي فوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.
نادي الزمالك واجه كمان الاتفاق السعودي في قبل نهائي البطولة العربية عام 2003، وفاز نادي الزمالك وقتها بثلاث أهداف مقابل هدف بعد الوقت الإضافي. واجه كمان نادي الزمالك الاتحاد في بطولة السوبر المصري السعودي عام 2003، وفاز نادي الزمالك بركلات الترجيح. نادي الزمالك كمان واجه الهلال في دوري أبطال العرب عام 2003-2004 في دور المجموعات، وفاز الهلال وقتها بهدفين نظيفين. اتكررت المواجهة أمام الهلال في دوري أبطال العرب في 2003-2004 في مرحلة دور الثمانية، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. نادي الزمالك واجه الهلال في دوري أبطال العرب في نسخة 2003-2004 في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز فيها نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين. نادي الزمالك واجه أهل جدة في دوري أبطال العرب نسخة 2006-2007 في مرحلة المجموعات، ونادي الزمالك فاز بهدف نظيف. اتكررت المواجهة في دوري أبطال العرب في 2006-2007 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. واجه نادي الزمالك كمان فريق النصر السعودي في مرحلة المجموعات من البطولة العربية عام 2017، وفاز نادي الزمالك وقتها بهدفين مقابل هدف. نادي الزمالك كمان واجه الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي 2019، وفاز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. أما المواجهة الأخيرة كانت أمام الهلال في كأس لوسيل 2022، وفاز الهلال فيها بركلات الترجيح. دي يعني إحصائية لكل المباريات اللي واجه فيها نادي الزمالك أندية سعودية بالترتيب، وشفنا قد إيه ريادة نادي الزمالك فاز في 7 مرات. إن شاء الله بكرة يبقوا 8 بإذن الله، ونقدم المشيئة كده إن شاء الله نادي الزمالك يفوز في مباراة بكرة أمام الشباب. تعالوا نروح لتصريحات أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك ما قبل هذه المباراة. كان في كلام كتير جدا من أوسوريو عن هذه المباراة، مباراة مهمة جدا. وأكد أوسوريو في تصريحاته على صعوبة مباراة الشباب السعودي المقرر ليها بكرة إن شاء الله، وقال في المؤتمر الصحفي: هنواجه فريق كبير بيمتلك عناصر شباب وخبرة مثل بانيجا، وهتكون مباراة قوية وصعبة. قال كمان: فريق الشباب بيعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص، وهنستغلها بشكل جيد عشان نسجل ونحقق الفوز. كمل كلامه أوسوريو وقال: سنحافظ على نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم عشان نثبت إننا فريق كبير. أوسوريو قال كمان: فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، وهنخوض البطولة أو إحنا بنخوض البطولة خارج أرضنا، ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا وسعيدين بوجوده. قال كمان إن المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا ويعلم الأجواء في الكرة العربية، وذلك سيعطي دافع لفريقه قبل المباراة. أوسوريو كمان قال إن نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني بيعلم جيدا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللعيبة أكيد هيرغبوا في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدرب الجديد. أوسوريو تابع كلامه وقال: الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في المباراة، وفي أي مكان في العالم المدرب ما بيبقاش بس هو النقطة الأهم، بل اللاعبون هم العامل الأهم. شاهدنا كل فرق العالم بتدعم صفوفها مثل ما يحدث في الدوري السعودي، لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة. وفيما يخص ثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي، أوسوريو قال إن الثلاث لعيبة مميزين، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثل ما حدث مع نبيل عماد دونجا، وثلاثي سيكون جاهز بالترتيب كي يقدموا الأفضل عندما يشاركون. أضاف كمان إن اللاعب المصري بيمتلك ميزتين، وهي القوة البدنية والسرعات، والأمر الثاني هو الموهبة مثل
احمد سيد زيزو واحمد فتوح ونبيل عماد دونجا واحمد ايشو وحمزه المسلوسي وسيف الجزيري. وتابع كلامه قال: الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراه الشباب او النصر، المباراه هتكون 11 لاعب ضد 11 لاعب ولدي ثقه كبيره في اللاعبين. دي كانت تصريحات اوسوريو قبل المواجهه المرتقبه بكره ان شاء الله امام نادي الشباب السعودي. تعالوا نروح لتصريحات دونجا لاعب نادي الزمالك اللي حضر المؤتمر الصحفي ما قبل مباراه نادي الزمالك امام الشباب السعودي. تعالوا نستعرض كده تصريحات دونجا اللي قالها في المؤتمر الصحفي. اكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك على اهميه مواجهه الشباب السعودي المقرر لها غدا في الجوله الثانيه لمباريات المجموعه الثالثه للبطوله العربيه. وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراه السابقه منحنا دفعه معنويه قويه، والمباراه المقبله مهمه جدا لانها ستحدد صعود الزمالك للدور الثاني ان شاء الله. اضاف دونجا في كلامه وقال: الزمالك فريق كبير وبينافس على اي بطوله رغم الظروف الصعبه اللي بيواجهها الفريق في الموسم الماضي، وبنعد الجماهير ان نكون عند حسن ظنهم. تابع دونجا كلامه قال: نشكر ربنا على الفوز في المباراة السابقة لأنه خلانا في صدارة المجموعة، ومباراة الشباب قوية والفوز فيها سيجعلنا نحافظ على الصدارة. أضاف كمان في حديثه قال: الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب، وبنسعى لأن نبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة زي البطولة العربية. دونجا كمان أكد على أن وجود محمود حمد الونشي ومحمد عبد الشافي مع الفريق دافع قوي ليهم، لأنهم من اللعيبة المهمين والمميزين بالرغم من عدم مشاركتهم مع الفريق. وعندما سجل سيد نيمار في المباراة السابقة توجه للونش. تابع كلامه قال: اتكلمت مع كابتن محمد عبد الشافي وأكد أنه بيعاني من مشكلة في الركبة، ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفعة معنوية كبيرة للفريق. واختتم دونجا كلامه قال: قبل قدوم أوسوريو لم نكن أفضل حال في الدوري، وبعد تولي المدير الفني المسؤولية أصبحنا أفضل وصعدنا لنصف نهائي الكاس ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة وهدفنا تحقيق اللقب. دي كانت تصريحات دونجا قبل مباراة الزمالك والشباب في المؤتمر الصحفي اللي أقيم النهاردة. نكمل باقي أخبار فريق نادي الزمالك ونروح لأخبار نادي الزمالك من عند وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما، اللي وصلت البطاقة الدولية الخاصة بيه النهاردة عشان يبقى متاح للمشاركة ويبقى من أحد الأوراق اللي ممكن يعتمد عليهم أوسوريو في المباراة القادمة. طبعا ده أمر مهم جدا إن لعيب مهم زي يوسف أوباما يبقى متواجد معاك، يبقى في حساباتك، فده أمر مهم جدا. طبعا ده طبقا لما أعلنه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما لاعب الفريق. وطبعا كان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي حمدي علاء من البنك الأهلي وأحمد زكي في فريق زد. روح لخبر تاني، وحرص كابتن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من الزمالك على التواجد في ميران النهاردة الأحد اللي أقيم على ملعب وقاز استعدادا لمباراة الشباب السعودي غدا. وخاض عبد الشافي تدريبات بالجري حول الملعب على هامش مران اليوم بالرغم من عدم وجوده ضمن قائمة الفريق لخوض البطولة بسبب الإصابة. أوسوريو كمان عقد جلسة مع اللاعبين قبل الفقرة الفنية في مران اليوم الأحد اللي أقيم على ملعب وقاز استعدادا للقاء الشباب السعودي، وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية اللي هيتم تنفيذها خلال الميران. كمان أوسوريو قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين تنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال ميران اليوم، وده طبعا قام بتقسيم الملعب لنصين، خاضت كل مجموعة تدريبها في نصف ملعب تحت إشراف أوسوريو وجهازه المعاون.
كان في كمان خاض فريق نادي الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال علاء رجب قبل بدء الفقرة الفنية اللي اتكلمنا عليها في الخبر اللي فات. ده طبعا عشان اللعيبة يعملوا استرتشات، يبقى مفيش إرهاق عضلي بالنسبة لهم. كمان خاض محمد صبحي ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت قيادة كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق على ملعب القاهرة استعدادا للقاء الشباب. وفي نفس الوقت قام محمد عواد حارس المرمى بخوض تدريبات الجري حول الملعب. دي كانت أخبار نادي الزمالك النهارده قبل ماتش الشباب. إن شاء الله بإذن الله كلنا أمل في لاعيبة نادي الزمالك، يبقى في تركيز، يبقى في حمية، يبقى في رجولة في أرضية الملعب، كل ما هتحترم المنافس اللي قدامك وتدي تركيز ويبقى عندك روح وانت بتلعب مع فريقك هتلاقي الدنيا بتتسخر لك، هتلاقي ربنا بيكرمك زي المباراة الأولى بإذن الله مهما كانت قوة الفريق اللي انت هتواجهه. دي كانت أخبارنا. دلوقتي هنطلع لفاصل قصير، هنستقبل ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في فقرتنا الحوارية الأولى كابتن محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. عريض استهل به الزمالك مشواره بكأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة مساء الجمعة الماضي، منح الفارس الأبيض دفعة معنوية كبيرة من أجل المنافسة بقوة على اللقب. يخوض الزمالك ثاني لقاءاته في كأس الملك سلمان للأندية العربية غدا الاثنين أمام فريق الشباب السعودي، أملاً في تحقيق الفوز وحسم بطاقة الصعود مبكراً للدور الثاني. أرقام عربية مميزة لنجوم ميت عقبة على مستوى المشاركات العربية قبل لقاء الشباب. الزمالك خاض مباراته رقم 61 على المستوى العربي خلال مواجهة بطل تونس، ونجح الفارس الأبيض في زيادة غلته من الانتصارات العربية إلى الرقم 29 بعد الفوز على الاتحاد المنستيري، كما رفع نجوم القلعة البيضاء رصيد أهدافهم العربية إلى 68 هدفاً بعد الرباعية التاريخية في لقاء تلك الليلة على مستوى جميع مشاركات الفريق عربياً. وكانت مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري هي الأولى للمدير الفني الكولومبي أوسوريو خارج النطاق المحلي بعدما قاد الفريق في 14 مباراة بالدوري والكأس. الفارس الأبيض ينطلق بقوة في السباق العربي ويقطع أولى خطوات الطريق إلى استعادة الأمجاد العربية طامحاً في انتصار جديد على حساب الشباب في ثاني جولات كأس الملك سلمان. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدي زملكاوي في كل مكان، فقرتنا الحوارية الأولى من زملكاوي في ضيافتنا نجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد إبراهيم. يا كابتن محمد مشرفنا ومنورنا. حبيبي وحميد ربنا يخليك. شكل نادي الزمالك اختلف في المباراة الأولى مباراة الاتحاد المنستيري، ولكن
مباراة الشباب مباراة صعبة جدا جدا جدا، عشان المنافس بتاعك عنده أكتر من نقطة تخلي عنده دوافع أكتر. المدير الفني بالنسبة له أول مباراة يديرها، فهتبقى قدامك هيبقى اللعيبة كلها محتاجة إن هي تثبت نفسها. إزاي أسوريو يواجه الدوافع الكبيرة لفريق الشباب بعيدا كمان عن القدرة الفنية الكبيرة ليهم؟ طيب أنا يعني كنت موجود معاك هنا من يومين قبل الماتش بيوم، صح؟ وقلت لك يعني لا قبل الماتش على طول، وقلت لك ان الزمالك هيفاجئ الكل، وقلت لك الزمالك هيوصل لحته بعيده وهنعمل حاجه مميزه، وما زلت بقول لك الزمالك هيتصدر المجموعه دي، ده احساسي الشخصي. يلعب بقى ازاي أسوريو؟ بص يعني ايه، ما ينفعش ناخد ماتش الشباب زي ماتش الاتحاد المنستيري خالص. ماتش الشباب فرقه كبيره، فرقه جامده جدا جدا. انت خلي بالك الزمالك لو خد 2 بونت صعد، يعني لو خد نقطه الماتش ده ونقطه الماتش الجاي صعد، انت فاهم؟ ف يعني انا شايف ان مستر أسوريو بيدير المباريات بشكل كويس جدا جدا جدا، حتى التغييرات التعديلات التكتيكيه تلاقي الناس قبل الماتشات يا احمد في الاستوديوهات ازاي وده مش عارف ايه وده ايه، وبتلاقي في تجانس كده وفي يعني ما تفهمش هو عامل روتيشن كويس بين اللعيبه وبعض، وشغال بشكل كويس جدا جدا. ماتش الشباب هيحتاج مجهود شويه مضاعف، هيحتاج ان احنا نقفل الملعب اكتر من كده شويه، لان فرقه الشباب عكس فرقه الاتحاد المنستيري، يعني عندهم السرعات عندهم التحولات بشكل كبير جدا جدا. لو فتحت الجيم من اول الماتش يعني هيبقى في مشاكل عندنا جامده جدا في الناحيه الدفاعيه، ولو اني برضو مع فكره ان انا نادي الزمالك وان انا العب بشخصيتي ايا كان المنافس مين، انا بلعب لعب نادي الزمالك وشخصيه نادي الزمالك ايا كان المنافس مين. لان انت لو هتبتدي تتكلم الناس اللي يعني بتتكلم في البطوله العربيه احمد، الناس الفرق المرشحه للفوز بالبطوله منهم الزمالك، ده اي حد في يعني في الوطن العربي كله بيحط الزمالك من اول 3 فرق مرشحين للفوز بالبطوله، فده يدل ان انت كبير. فانت لازم توصل للعيبتك المعلومه دي، لازم توصل للعيبتك الثقافه دي، انا بلعب قدام اي حد لعبي بسيطر على الجيم بس. فنتمنى طبعا ان احنا نعمل ماتش كبير قدام الشباب، وان احنا نصعد بدري بدري، يعني انت المكسب 3 بونت صعدوك بدري بدري وارتحنا ونبتدي نفكر في اللي جاي. طيب شايف ان أسوريو يلعب بنفس الشكل بنفس التشكيله بتاعت مباراه الاتحاد المنستيري، ولا ممكن يبقى في تغييرات، خصوصا انت بتقول ان ما ينفعش افتح المباراه من بدايتها؟ يعني ممكن، لا يعني ممكن مثلا يحط رؤى جنب دونجا الماتش ده، ان احنا نبتدي نأمن نص ملعبنا، لان عمر جابر بيشتغلها كويس جدا جدا، لان عمر خفيف الحركه، يعني عنده الناحيه النزعه الهجوميه شويه ممكن يزيد وممكن يرجع تاني وبتاع، فاهم؟ رؤى لا هيبقى ثابت شويه جنب دونجا. فده انا لو عايز اعمل كده، لو انا عايز اقسم الجيم بتاعي مثلا على 90 دقيقه، ان انا ابتدي احط رؤى ودونجا جنب بعض الشوط الاول بحيث ان انا اقفل الشوط الثاني، ممكن ابتدي افتح شويه وابتدي اعمل فرق وسرعات وكده، ماشي. لو بدا بنفس التشكيل برده ماشي، انا شايف هو التشكيله الانسب والامثل. تمام، ممكن يعني وجهه نظري ممكن يبقى في تعليمات شويه، ممكن مثلا ياخر شويه، يبقى في تعليمات مثلا لعمر جابر انه يستنى شويه يثبت شويه، ممكن الماتش ده ما يحتاجش شيكابالا من البدايه، ممكن عشان هم عندهم السرعات في الارتداد والحاجات دي هتبقى مشكله. ممكن الماتش ده العب باثنين مهاجمين، 2 سترايكر، يعني ممكن العب بناصر انت كده ما فيش توازن بقى انت كده. بالعكس خالص، بالعكس خالص خالص خالص، هي نفس التشكيله خالص، بس خلي بالك هيبقى في بس اختلاف عشان ابراهيم انضاي مصاب، هيبقى بره. مين يخش مكان ابراهيم؟ يعني انا وجهه نظري يعني يلعب ايشو، وجهه نظري يعني عيشه من اللعيبه الكبيره جدا جدا اللي هيبقى مكسب كبير لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. طب انا ليه ما اديش واحد زي عيشه في ماتش زي ده؟ ممكن نشوف نمار نزل في ممكن سيد نمار، هو مش ممكن، هو اكيد هيبقى نمار، يعني انت فاهم يعني طالما انضاي مش موجود اكيد هيبقى نمار، هيرجع ورا شويه وزيزو هيطلع في الحته اللي قدام وهيلعب كده أسوريو، هيلعب نمار ناحيه اليمين وهيلعب زيزو قدامه وشيكابالا ناحيه الشمال وجزيري. الهدفين برضو مع سيد نيمار يفرقوا كتير جدا لما ينزل اساسي طبعا. بداية الموسم كمان سيد كمان كان طلع جامده جدا جدا، وكان بقاله مثلا 3-4 ماتشات
مش بص انا ضد فكره ان هو مستواه قل، ولا هو ممكن يبقى في عدم توفيق بسبب ايه؟ ما الناس لازم في معطيات يا احمد للاعب. سيد اول ما طلع كان بيلعب على طول بشكل اساسي، فابتدى ايه عامل كده ويطلع ويعلى وبتاع. الفتره اللي ابتدى مستواه يقل فيها شويه ابتدى ينزل ويقعد يبقى بديل ويتغير، فاللعب فترات قليله دي بتخلي اللعيب نفسيا مش متظبط، فبتخلي الدنيا ممكن تحس ان هو لا هو ده يعني هو ما قلش، هو بيأدي بنسبه كويسه جدا بس هو مش سيد نيمار اللي احنا عارفينه او اللي احنا مستنيين منه التألق بس كده. هي طبيعه الحال خلي بالك ما فيش لاعب بيفضل على طول الخط الا فلتات يعني بيفضل على طول الخط مستواه. ما احنا للاسف احنا عندنا هنا الاعلام او الجمهور او هو عايزين يحاسبك بالحته، هو عايز النهارده يعني ما يا اخي ده انا عامل لك حاجات كويسه كتير امبارح يقول لك لا فالنهارده ما عملتش ليش حاجه كويسه فلا انت لا تصلح، فاهم؟ فالموضوع في مصر كده، لكن احنا انا كمدرب بقيم اللعيب بتاعي بالسيزون او بقيم اللعيب بتاعي بمستوى الاداء بتاعه على مدار السيزون كله، فلا سيد من اللعيبه الكويسه جدا اللي هي ادت بشكل كويس الفتره اللي لعبتها كلها من اول ما طلع لحد دلوقتي. بس طيب ده شكل المباراه فنيا، لو اوسوريو هيعد اللعيبه نفسيا قبل مباراه زي دي، وهو اتفرج طبعا على مباراه النصر والشباب، اتفرج عليها في ارضيه الملعب، ايه اللي يقوله للعيبه قبل ماتش صعب ومهم زي ماتش الشباب؟ انا وجهه نظري ان هو لازم يفرج اللعيبه الاول على فيديوهات للزمالك لتاريخ النادي. الماتشات دي محتاجه كده تمام؟ دي اول حاجه، تاني حاجه اول حاجه هعملها هوريهم جدول الترتيب انا الاول. انا الاول وانا نازل المباراه انا الاول. انت فاهم؟ لكن انا لو شحنت جامد بقى وده الهلال وجايبين فلان وجايبين علان وصارفين مش عارف ايه، عمر الكره ما كانت بالصرف وبالارقام الجامده جدا جدا، فاهم؟ الزمالك شباب الشباب الزمالك كان خد موقوف يا احمد وخد الدوري يعني عادي جدا، يعني احنا ما صرفناش ورحنا جبنا بقى صفقات ب 13 مليار وخدنا الدوري، لا احنا كان خد موقوف ولعبنا بالمجموعه اللي موجوده ودعمنا باولاد النادي الناشئين وخدنا البطوله. فعمر الـ يعني الكوره ما بتعترف بالارقام. اه انت جايب لعيبه كبيره ولعيبه ليها اساميها ولعيبه بنشوفها في اوروبا بشكل كبير جدا، ولو اني برضو انا قلت لك هنا ايه، قلت لك هم اكيد النصر والشباب والفرق دي اكيد واخدين البطوله العربيه كاعداد فني للبطولات اللي جايه او اعداد للعيبه، لكن مش هيبقوا بنفس الاهتمام اللي انت مهتم بيه انت كزمالك ان انت تاخد بطوله او ان انت الحاجات دي. انا وجهه نظري كده، وبيتهيألي ده اللي احنا شفناه يعني بشكل كبير ان اللعيبه بتجهز لسه عندهم، فاهم؟ ولسه التجانس عكس احنا، عكس احنا ما شاء الله احنا مكملين يعني، عكس احنا الدوري عندنا مكمل يعني ثلاث اربع سنين ما بيخلصش يعني، بتخلص دوري كل ثلاث اربع سنين، فلعيبتنا بتبقى جاهزه على طول ما عندهمش مشكله. خلي بالك برضو الشباب هو من اقل الفرق السعوديه اللي عملت تدعيمات يعني. الشباب ما عملش صفقات زي مثلا النصر وجاب طبعا ماني وكريستيانو موجود من السنه اللي فاتت، جاب اليكس تيليس، فوفانا، فيرويد عالمي وبسم الله ما شاء الله عليه، مترين، لعيب بروزوفيتش، لعيبه اسامي ماشي، اللعيبه جايبينها من وولفرهامبتون من مانشستر يونايتد، لعيبه من انديه كبيره. الاسامي دي ما كسبتش الشباب برضه خلينا بالظبط يعني انت فانا بكلمك في المنظومه، منظومه الشباب مع التجانس، ما عملوش صفقات، ما فيش حد لسه هينسجم، فهم كان ناقصهم المدير الفني، والمدير الفني جديد موجود فجاي يعني. عايزك برضو تقول لي مدى صعوبه مباراه امام خصم تحت قياده فنيه لاول مباراه قدامك، تعمل ايه؟ ما هو سلاح ذو حدين، ما انا دلوقتي انا جاي انا كمدير فني جديد جاي مش عارف اللعيبه بتاعتي، انا اتفرجت عليهم فيديوز واتفرجت على الماتش اللي فات، فممكن يكون لعيب اقنعني ولعيب ما اقنعنيش، فممكن اجي بفكر جديد، فهل الفكر ده زي اوسيريو مثلا اول ما جه ما كسبش، انت فاهم؟ لسه الناس مش قادره تطبق الفكر بتاعه، فده ممكن يبقى سلاح ذو حدين، وممكن زي ما انت قلت كده ان اللعيبه تنزل بقى تموت نفسها وتهين نفسها وبتاع عشان تثبت للمدير الفني ان كل واحد يثبت مكانه وكل واحد ياخد مكانه في التشكيل الاساسي من اول، انت فاهم؟ ده فكر وده فكر، انت فاهم؟ فاحنا زي ما بيقولوا كده هنقشر ونشوف في الماتش، بس انا اتمنى ان هو يعني الحاجه الأسوأ اللي هي تحصل ان احنا نكسب، ده الاحسن بالنسبه لنا يعني، قصدي الأسوأ بالنسبه لهم ان هم لسه ما استوعبوش فكر المدير الفني بتاعهم. بس طيب ازاي اشيل من لعيبتي لو هم بيفكروا في مباراه النصر لا
هنفكر في الشباب الاول بعد كده النصر، ازاي اتكلم معاهم في الحته دي؟ هقول لهم انت لو عايز تلعب النصر كويس اكسب الشباب، هتصعد قبل مباراه النصر، هننزل نستمتع في مباراه النصر كلنا. يعني هتنزل بقى انت عايز بقى ترقص كريستيانو واحده عشان مش عارف ايه تتكتب لك، عايز مش عارف تحط مش عارف كوبري يمين، عادي احنا صعدنا وده الهدف، انت خلاص صعدت الدور اللي جاي، فيبقى ماتش الشباب ده اهم ماتش لينا في المجموعه، انت فاهم؟ انت وبعدين خلي بالك انت اكبر مكسب في البطوله لحد دلوقتي، انت فاهم؟ وصاحب اكبر عدد اهداف، انت لازم تحافظ على ده، لازم تحافظ على الشكل بتاع نادي الزمالك. وخلي بالك مكسبك للشباب هيخوف منك النصر، مكسبك للنصر هيخوف منك الفرقه اللي بعدها، هتلاقي كل الفرق هتيجي تنزل عامله لك حساب، فهتبقى انت متسيد الجيم من اول المباراه. كنت بتتكلم ان الفرق السعوديه عامله البطوله دي عشان يستعدوا جيدا للموسم اللي جاي، ازاي نادي الزمالك يستفيد من البطوله دي عشان الموسم اللي جاي؟ ما انا زي ما قلت لك انت عندك دلوقتي انت واخد معاك احمد عبد الرحيم ايشو، واخد علي ياسر، واخد محمد حسام بيسو، واخد لعيبه صغيره ومحمد صلاح. محمد صلاح ما انا بقول انت واخد لعيبه صغيره، الناس دي لازم تظهر، الناس دي لازم تلعب، الناس دي لازم تاخد ان شاء الله دقيقه دقيقتين تتكتب في السي في بتاعه في التاريخ بتاعه انه لعب بطوله عربيه، انت فاهم احمد؟ زائد ان انت ممكن واحد يطلع لك كويس ينضاف للسكاوت بتاعك او تزود السكاوت بتاعك، تزود القائمه بتاعتك لعيب كويس، بدل ما ممكن يكون الفكر بتاعك ان انت هتشتري حد في المكان ده، ممكن ولد من الولاد الكويسه دي يظهر فيخليك توفر فلوس على نادي الزمالك وتوفر صفقه ويبقى لعيب موجود في المكان ده من ولاد النادي. وده اللي احنا بنعمله، ان انا خلي بالك احنا بنبقى مبسوطين جدا 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 لما بنجيب صفقه جديده وبتنجح، بس بنبقى مبسوطين اكتر لما واحد من ولاد النادي بيطلع وبيتالق، دي بتتحس ان هو نجاح للمنظومه كلها، انت فاهم؟ وخصوصا احنا في قطاع الناشئين بنبقى مبسوطين جدا جدا ان احنا حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيد نيمار وحاتم سكر وبيسو وايشو وصلاح وعلي ياسر ولسه في ماجد هاني ولسه في كريم عبدون محي وكريم عبدون ولسه في الفيومي، لسه في ناس كتيره جدا 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 لو خدت فرص. انا اتوقع ان نادي الزمالك لو مشي بالسياسه دي بعد 3 4 سنين هيبقى 9 او 10 لعيبه من اللي في الملعب من ولاد النادي. كابتن محمد هنروح للقاء مع الكابتن خالد لطيف من المملكة العربية السعودية وبعثة نادي الزمالك، نشوف لقاء مع الكابتن خالد لطيف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونرجع لكم مرة تانية. بداية موفقة الحمد لله لنادي الزمالك قدام الاتحاد المنستيري من الأندية القوية في الدوري التونسي. كنا محتاجين نكسب بهذا العدد الكم من الأهداف في البداية، يمكن البداية بتفرق كتير جدا جدا في الروح المعنوية وفي الثقة وفي يمكن حتى أمام الفرق الأخرى. عندك مباراة هامة وأصعب، مباراة الشباب السعودي، يمكن كل الناس مركزة قبل ما نيجي على فريق النصر السعودي، لكن فريق الشباب السعودي لا يقل خطورة ولا خبرة ولا قوة عن فريق النصر السعودي. يمكن ده ظهر حتى في لقاء الفريقين اللي انتهى بالتعادل بدون أهداف، ويمكن نتيجة اللقاء كانت في مصلحة نادي الزمالك. احنا بنبذل اقصى ما في وسعنا، مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور بيتمنى عداها ساعه بساعه لحظه بلحظه، ما بيتواناش هو وبقيه اعضاء مجلس الاداره اللي في مصر في الاطمئنان على البعثه ومحاولات تسديد كل المعوقات اللي بتقابلنا هنا. اجراءات سواء الخاصه بيوسف اوباما والبطاقه الدوليه ان شاء الله خلال ساعات قليله قادمه تنتهي ان شاء الله لنادي الزمالك قبل اللقاء الثاني. يوسف اعتقد من اللاعبين المهمين، مجهود كبير من المستشار مرتضى مع الاتحاد المصري لكره القدم في القاهره، مع البعثه يمكن مع كابتن جمال عبد الحميد رئيس البعثه، معانا كلنا فرد فرد في البعثه للاطمئنان على الحاله في بعثتنا داخل المملكه العربيه السعوديه، حتى مع الساده الاعلاميين زملائنا يمكن برضه متواجدين وعمل اتصالات كبيره من الاتحاد العربي لكره القدم. نتمنى يا رب ان شاء الله ان شاء الله توفيق لنادي الزمالك في اللقاء القادم، لقاء العبور الدور الثاني ان شاء الله دور المجموعات العليا. انت بتحارب دايما، وانا بقول حتى في البرنامج بتحارب داخليا وخارجيا وسط ظروف صعبه جدا جدا جدا
خلينا بامانه نقول ان استشار مرتضى دائما وابدا حتى في كل تصريحاته وحتى في كل مقابلاته قال لك انا عندي احسن فريق بيزود من الثقه والروح القتاليه لدى لاعبينا، بيبذل اقصى ما فوقه عشان نقدر نحل المشاكل الخارجيه اللي يمكن حاجزه على ارصده النادي في كل البنوك، ورغم ذلك بنحاول نقاتل طلع دفعه للاعبين قبل لقاء النادي الاهلي الماضي في الدوري الممتاز، ان شاء الله خلال ساعات قليله قادمه في دفعه ثانيه يبذل اقصى ما هو وسعه للاتصال بكل ويطلب كل الابواب اللي تساهم في حل مشكله نادي الزمالك الماديه. المشكله الرئيسيه مشكله ماديه، انما بصراحه كل المشاكل الاداريه بتتم حلها بصوره سريعه ومباشره. ما فيش شك ان الماده احد العناصر الرئيسيه في عصر الاحتراف، شفنا النصر ده عامل ازاي، شايفين الشباب ده عامل ازاي، كل الفرق اللي بتشارك في البطوله العربيه اللي عامل صفوفها بصفقات كبيره. بشكر طبعا البعثه الاعلاميه المتواجده معانا في المملكه العربيه السعوديه وفي مدينه الطائف مجهود كبير، بشكر اعلامي وصاحبي صحفي، بشكر جمهورنا اللي يمكن حضر بكثافه في المباراه الاولى، بشكر جمهورنا اللي متابعنا والملايين اللي بتتابع يمكن نادي الزمالك عبر القناه الناقله للمباريات البطوله العربيه، عايزين نحلم باداء افضل. ورجعنا لكم مره ثانيه في زملكاوي، كان لقاء مهم مع كابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره نادي الزمالك. رجعنا مره ثانيه لضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في استوديو زملكاوي كابتن محمد ابراهيم نجم الزمالك السابق. كابتن محمد، الصفقات اللي انت شايفها في الدوري السعودي والانديه السعوديه بتمثل ايه للبطوله؟ لان في اكتر من فريق سعودي مشارك في البطوله العربيه، اسامي كبيره، اسامي ضخمه. طبعا عندنا في المجموعه نادي النصر السعودي عامل ميركاتو اوروبي، فشايف دي بتمثل ايه للبطوله بشكل عام؟ لا كده هتدي اهميه اكبر للبطوله طبعا، وهتدي اهتمام العالم كله دلوقتي. النهارده بنزيما لسه بيجيب جون من شويه، فالدنيا كلها بتتفرج، مستنيه كانتي، مستنيه كريستيانو، مستنيه ناس، بقت خلاص دلوقتي يعني الدوري السعودي او البطوله العربيه بقت عامله زي الشامبيونز ليج كده، اللي هو دوري ابطال اوروبا، فاللي هو الناس كلها العالم كله دلوقتي بيتفرج. هتلاقي مثلا ماتش الاتحاد السعودي ده نسبه مشاهدات معديه، انت فاهم؟ فهتلاقي ماتش الزمالك والنصر والزمالك والشباب هتلاقي برضو نسبه المشاهدات بقت اعلى بكتير. فطبعا ادت اهميه كبيره جدا للبطوله العربيه، زائد ان انت خلي بالك لو يعني توجت بالبطوله دي احمد، يعني انت بتتغلب، يعني انت بتكسب مليارات، انت فاهم؟ تكسب نجوم، بتقول للناس نادي الزمالك موجود. يعني دلوقتي نادي الزمالك اتشاف واتعرف من كام واحد ما كانوش يعرفوا حاجه عن المنطقه العربيه في الكوره. يعني خلي بالك في اوروبا مش ناس كتير، مش زي ما احنا بنطلع هنا نقول ده الدنيا كلها، ده النادي مش عارف مين مصنف ولا حد يعرفنا بره، عشان بس نبقى متفقين، في اوروبا ولا حد يعرفنا، هم عارفين مو صلاح بس، يعني عارفين مصر بمو صلاح، غير كده ما يعرفوش ولا نادي فينا، ولا يقول لك ده اللعيب بتاعنا ده مشهور ومع مش عارف ايه، لعيبتنا كلهم بيمشوا في اوروبا ولا حد يعرفهم، يعني طلعوا البطايق عشان يعدوا، انت فاهم؟ فدي هتدي يعني انت بتتكلم على بعض الناس اللي بيفضلوا يقولوا ان احنا في ناس تطلع بجد بيعصبوني جدا، يعني لا والله بجد، يعني انت انا ببقى في اوروبا بنقول لهم مثلا فلان مين دول، يعني انت متخيل هم عارفين مو صلاح بس، ومش كتير عارفين نني كمان، يعني انت متخيل نني اللي بيلعب في ارسنال مش كتير عارفينه، انت فاهم؟ بس فهو احنا البطوله دي هتخلي الناس او الصفقات بتاعه السعوديه هتخلي الناس تعمل تبص عليك، انت فاهم؟ فدي ميزه بتخليك تتعرف، تخليك طبعا بتدي اهميه كبيره جدا للبطوله. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك وان احنا نحصل على البطوله ديت. نشكر طبعا الناس المسؤولين اللي راحوا السعوديه والمسؤولين اللي هنا في مصر لمجلس اداره نادي الزمالك، ونشكر الناس اللي بتذلل العقبات زي ما احنا سمعنا مستشار مرتضى، الناس اللي بتحاول جاهده ان هي تخلي النادي دايما في افضل حال. ده خلي بالك حاجه مش سهله خالص يا احمد، واللي ورا الكواليس ده اصعب، يعني ان انت توفر للعيبه المناخ الكويس والفلوس في ظل الحجوزات وفي ظل مش عارف ايه وفي ظل الناس اللي عماله تضرب فيك يمين وشمال، دي ده موضوع مش سهل خالص، بيخليك ما تعرفش تنام علشان خاطر توفر للعيبه دي المستحقات الماديه بتاعتهم وتخليهم مركزين
في الملعب. فاحنا لازم برضو نشكر مجلس اداره نادي الزمالك من هنا ونقول لهم احنا برضو داعمين ليكم وفي ظهركم، وخليكم زي ما انتم واقفين على ارض صلبه، وخليكم دايما داعمين لنادينا ولفريقنا لحد ما نوصل باذن الله للنادي لاحسن حاجه ممكن نوصل لها. اكمل كلام معاك يا كابتن، ولكن هروح للقاء مع كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ونرجع نستكمل حديثنا. مبروك لكل الزملكاويه في العالم كله، مبروك للمستشار مكرم منصور، مبروك للمجلس، مبروك للعيبه الرجاله والجهاز الفني مستر سوري والاداري والطب، لان البدايه كانت جميله جدا جدا، مكسب واداء. فبشكره وبشكر كل المجموعه اللي شاركت في المكسب ده. تاني حاجه لسادات طبعا، ديك شايف لعيبه عجبيه جدا في المعسكر، التزام جامد جدا، مصممين يعملوا حاجه كويسه قوي علشان بس يفرحوا الجمهور ويدوا هديه للمستشار محمود منصور والمجلس. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله يعني الماتش بكره فيصل ان شاء الله يبقى في نتيجه ايجابيه باذن الله ان شاء الله نوصل للدور الثاني. ودي وده نادي الزمالك، نادي الزمالك الكبير، نادي الزمالك اللي ليه جماهير في العالم كله. والحمد لله رب العالمين. انا بس عايز اقول حاجه، ان الحمد لله من غير صفقات جديده ولا بتاع، الولاد ما شاء الله هايلين هم، لان هم فكوا قوي قوي مع مستر اوزيريو وعرفوا يحفظوا من كلامه، وان شاء الله باذن الله باذن الله يوفقوا باذن الله. اول حاجه انا بقول للعيبه، انتوا لعيبه كويسه جدا جدا، وباين اهو كان في الماتشات اهو السته، احنا جبنا في ثلاث ماتشات في الدوري في اخر الدوري 12 هدف، يعني حاجه جميله جدا، لما ثلاثه وثلاثه وسته، النهارده جايبين اربعه. فبقول لهم انتوا لعيبه كويسه جدا جدا، بس كان عدم التوفيق كان ملازمكم، فبالتالي انت كنت متضايق، انما دلوقتي الحمد لله الروح عاليه. فبقول لهم لو لعبنا بنفس الروح والاداء ان شاء الله باذن الله يعني هتوفقوا لغايه نهايه البطوله. القعده مع المستشار في بدايه في النادي قبل ما يسافروا كانت طبعا كل همه وكل شغله ان هو يوفر لهم كل الامكانيات الكويسه اللي هي تخليهم يادوا اداء كويس، من ناحيه الماديات، من ناحيه راحه الفرقه في هنا في الطايف، من ناحيه كل حاجه. فكانت قاعده مثمره جدا جدا مع مستر اوسوريو واللعيبه والناس اللي مسافره كلهم. فطبعا دي ادت دفعه كويسه، وان شاء الله باذن الله هو بيبذل اقصى ما عنده عشان يوفر كل الماديات اللعيبه الرجاله ديت والجهاز الفني علشان يسعدوا جماهير الزمالك. فان شاء الله باذن الله باذن الله نستمر على كده ونفرح كل الناس ان شاء الله. طبعا بشكر كل الجماهير اللي بتشجع نادي الزمالك واللي جت من كل حته في السعوديه اللي هم جم دولت وبيشجعوا نادي الزمالك وكانوا شعله نشاط للعيبه، فبشكرهم جدا جدا. وبقول للجماهير بعد ما الاداء ده اعتقد ان العدد هيزيد جدا جدا، وطبعا جمهور الزمالك دايما على الحلوه والمره معاه، فان شاء الله باذن الله بالحلوه هتلاقي حاجات كتير جدا جدا حلوه. فبشكرهم على الحضور وبشكر اللي هيجي ان شاء الله بكره باذن الله. رجعنا لكم مره ثانيه في زملكاوي، كان لقاء مع كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن محمد، مهم قوي كمان ان بعيدا عن المناصب الرسميه او كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس اداره، فهو نجم من نجوم نادي الزمالك الكبار جدا في تاريخ نادي الزمالك، وجوده مهم برضو في الفريق، في البعثه، انه ينقل لهم، انه يحفزهم، دي حاجه مهمه جدا. طبعا، ودي حاجه برضو نشكر عليها المستشار مرتضى لاختياره رئيس البعثه، تمام؟ هو مختار مين؟ مختار كابتن جمال عبد الحميد، قيمه كبيره، عنده خبرات كبيره يا احمد في الكوره، تمام؟ راجل دولي، راجل نجم من نجوم الكوره المصريه. فلما يبقى موجود هو رئيس البعثه مع اللعيبه، هيبقى بيدي الخبرات وبينقل الخبرات للعيبه. اكيد هو قاعد في الاوتيل يا احمد، اللعيبه قاعده معاه بيتكلم معاهم، بيتكلم كمان فنيا يا كابتن جمال، بيتكلم فنيا، لانه راجل بتاع كوره، راجل فاهم كوره، راجل نجم مصر، انت فاهم؟ فدي حاجه، ده برضو خلي بالك ده ذكاء من مجلس اداره وذكاء من رئيس النادي المستشار مرتضى، ان هو يبعت كابتن جمال رئيس لبعثه النادي في البطوله العربيه، فاهم؟ فوجود كابتن جمال مهم جدا جدا طبعا في مجلس اداره، ووجوده وسط اللعيبه دلوقتي مهم جدا جدا جدا. ويعني نتمنى زي ما كابتن جمال قال كده ان احنا ان شاء الله نصعد
ونبتدي نفكر بعد ما نصعد هنعمل ايه في دور الثمانيه وفي دور الاربعه ان شاء الله. طيب فكره عوده المعارين، واحنا اتكلمنا عن حل ازمه اوباما، حمدي علاء واحمد زكي. الراجل كان عايز حد اشول في الحته بتاعه الدفاع دي، فاحمد زكي عنده الحته دي، وحمدي علاء في نص الملعب، اوباما نفس الكلام في نص الملعب. يقدر يستفيد من الثلاث لعيبه دول؟ طبعا يقدر يستفيد منهم بشكل كبير جدا. ثلاث لعيبه كويسين جدا جدا، طلعوا عملوا موسم، خلي بالك كل واحد في فرقته عمل موسم كويس قوي قوي قوي، رجعوا لنا طبعا طبيعي لازم تستفيد منهم. بس انت مش لاحظ حاجه احنا يعني ازمه اوباما انتهت، ازمه مش أزمة عارف حمدي. يعني موضوع يعني اوباما لعيبنا ازمات، يعني اوباما اللعيب بتاعنا بس. انت يعني انت اوباما انت اللعيب بتاعي اصلا، فانت راجع لي، فلازم يبقى في ازمه. حمدي علاء لازم يبقى فيه ازمه، انت فاهم يعني ما تفهمش فيه ايه بالظبط بجد والله العظيم. في نادي الزمالك نادي الزمالك لازم يبقى فيه ازمه وكارثه وحوار ودنيا، لازم يعني انت فاهم الموضوع ما ينفعش يمشي سالك كده. يعني خلاص انت عرضك خلصت فرجعت لنا فانت لعبنا خلاص الموضوع سهل، اتفضل الكارنيه بتاعه اتفضل لعبه، ده يعني انت فاهم الف به يعني. لكن احنا لازم يبقى فيه كارثه علشان نادي الزمالك، لاضعاف نادي الزمالك يعني انت فاهم. لازم ما ينفعش نلعب بالفول تيم بالفول لا، انت لازم تروح تتغلب ومنظرك يبقى وحش عشان الناس تبقى مبسوطه. لكن انت ازاي تروح تاخد البطوله العربيه ونساعدك ونسهل لك الدنيا؟ لا ما ينفعش، انت فاهم. خلي بالك مفيش حد بيتكلم على البطوله العربيه ومشاركه نادي الزمالك فيها، غير قناه الزمالك. دوره رمضانيه عاديه جدا، انت فاهم، مع ان هي يعني البطوله الاكثر قيمه حاليا يعني انت فاهم، كتسويقيه وكارباح وككل حاجه. لكن لازم عشان احنا ما شاركناش فلازم نبخس في قيمه الحاجه بس. لكن خلينا نتكلم فنيا، ما تسخنيش يا احمد، خلينا نتكلم فنيا. نتكلم كفنيين. كفنيين لا طبعا حمدي علاء هيفرق جدا جدا. اوباما انا وجهه نظري يعني انا شايف ان اوباما لعيب كبير لا غنى عنه في التشكيله الاساسيه في نادي الزمالك. محمود علاء كمان لما يخف هيبقى لعيب مهم جدا ومؤثر. احمد زكي لعيبي اصلا يعني سنتين انا كنت ماسك الفرقه بتاعت 99 دي، احمد من اللعيبه الكويسه جدا جدا، الكواليتي العالي، اللعيب المركز القوي الشرس، القوه الجسمانيه والسرعه والرجل الشمال المهاره، بيتهيالي هو ده يعني الكواليتي اللي كان بيدور عليه اوسيريو للحل الازمه بتاعت اللعيب الثالث اللي ناحيه الشمال. فطبعا اكيد احنا هنستفيد من الـ من الـ من, من لاعبتنا، من اولادنا اللي رجعوا من الاعراض. اتمنى ان هم يكونوا راجعين جاهزين بدنيا بشكل كويس وابتدوا يتاقلموا على السيستم. يا احمد ده اصعب حاجه بقى، السيستم بتاع اوسيريو ده صعب جدا ان اللعيبه تبتدي تخش فيه بسرعه. تمام، اتمنى ان هم يخشوا في السيستم بسرعه وفي الاجواء بسرعه، وان احنا نقدر نستفيد منهم في البطوله دي على قد ما نقدر. شايف ان الزمالك ازاي يصل لابعد نقطه في البطوله دي؟ نلعب نبقى واقعيين في اللعب، ونلعب نشوف احنا عايزين ايه من كل مباراه وناخد اللي احنا عايزينه بس. يعني انا عايز المباراه الجايه، انا مش عايز اتغلب ولو ان انا عايز اكسب الماتش، لان انا لو كسبت الشباب انا صعدت للدور اللي جاي. مش هتفرق معايا نتيجه ماتش النصر اللي هي اصلا معموله له البروباجندا الجامده، ده هيلعبوا ده مش عارف مين هيلعب على كريستيانو، مش عارف مين هيلعب على مش عارف مين، انت فاهم. لكن انا بالنسبه لي ان انا هدي او اخف الضغط على لعيبتي واشيل الاسترس لما اكسب الماتش اللي جاي. تمام، بس لو ما كسبتش ما تغلبش، لو ما اتغلبتش هبقى الاول برضه، حتى لو النصر كسب هبقى انا الاول برضه في المجموعه، انت فاهم، وهيبقى فاضل لي ماتش انا والنصر اتعادلنا صعدنا، كسبت صعدت، عندي حلين تو اوبشنزين، انت فاهم. الحل الوحيد، الحل الاسوء ان انا ما اتغلبش، يعني لو نزلت ما اتغلبتش صعدت برضه ان شاء الله، فاهم. ف يعني انا شايف ان هو مستر اوسيريو اكيد ادرى بالتشكيل وبالناس، وهو بيفاجئنا كل ماتش بالتشكيل، ويعني مأدي اداء كويس. كابتن كمال اتكلم في نقطه كويسه جدا جدا يا احمد، ان احنا جايبين عدد اهدافنا كتيره جدا. يعني انت اخر ثلاث ماتشات في الدوري كسبان 6-3 في 3، ادي 12 جون. سته ده كان في الكاس، سته يعني اخر ثلاث ماتشات لينا قبل اخر ثلاث ماتشات صحيح 12 هدف، بتروح هناك بتجيب اربع اهداف، انت جايب 16 هدف في اربع مباريات. نسبه كبيره جدا، يعني نسبه كبيره جدا يا احمد ان انت تجيب 16 هدف في اربع مباريات. ده واضح ان في شغل، في شغل وفي جمل وفي تكتيك وفي حاجات بتتعمل في التمرين اللعيبه بتاعتنا ابتدت تستوعبها. تمام، يعني انا اتفرجت على الجون الثاني بتاع شيكابالا اللي استلم ولف وحطها لزيزو، ده ربط يعني. الجون الاخير برضو شيكابالا حطها لفتوح، فتوح حاططها لنيمار، ضربت، ده تمرين، ده تمرين، فاهم.
انا بحب التوقعات بتاعتك. بكره شايف الماتش يحصل ايه فيه؟ انا توقعاتي الزمالك هيكسب 2 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب. مش كمان هجيب جون كمان ان شاء الله. شرفت ان انا نورتنا يا كابتن حبيبي ابو حميد. سعيد دايما بوجودك. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا موجود معاكم، وان شاء الله نتمنى الفوز لنادي الزمالك بكره باذن الله، ونتمنى ان يرجعوا لنا بالبطوله، ودايما مشرفينا باذن الله. اشكرك جدا، شرفنا ونورنا كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق. انتهت فقرتنا، ولكن لسه في فقرة تانية مع ناقد الرياضي المميز والكبير الأستاذ وجدي زين الدين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. لو هنوجه كلمة دعم من حضرتك للعيبة الزمالك قبل مباراة شباب السعودي غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا ان شاء الله رب العالمين واثقين في الفريق، عندنا ظروف صعبة كل الناس عارفينها، بس احنا واثقين في الفرقة، عندنا مزيج من الخبرة، كابتن شيكابالا والكابتن زيزو، وعندنا شباب كتير واعد، وعندنا فريق، وعندنا مدير فني كوف مستر أوزوريو، ان شاء الله ربنا معاهم. جمهور الزمالك اللي موجود في كل بقاع الارض، الجاليه الزملكاويه اللي موجوده في السعوديه، ان شاء الله ربنا معاهم، وان شاء الله ربنا يكلل مجهودهم بالف خير، يتحلوا بس بالرجوله، وهم اساسا فريق رجاله، والموسمين اللي خدنا فيهم الدوري والكاس والسوبر كان بيثبت الكلام ده. كنا بنخش بسكواد عباره عن 14 15 لعيب، وتفوقنا على فرق كتير جدا جدا. احب ادعم اللعيبه من هنا من قلب القاهره، وبقول لهم شعب الزمالك كله معاكم، بنتكلم بنقول الروح اللي احنا شفناها دي عايزينها تستمر، دي بدايه مش نهايه، احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا عايزين ناخد البطوله زي ما قررناها مع فيرا، وكان ما كانش في امل ان احنا ناخد اي حاجه، خدنا دوري وكاس وخدنا الدوري تاني موسم، فاحنا بنقول لعيبه الزمالك في الاوقات الصعبه احنا عارفين ان انتوا رجاله، ولازم تعرفوا وتقدروا قيمه التيشيرت بتاع الزمالك اللي انتوا لابسينه، في جماهير الزمالك كلها بتحب نادي الزمالك، وشوف الجماهير كلها اللي هي ماشيه وراكوا في السعوديه وفي كل حته في العالم كله، فانتوا لازم تبصوا للنقطه دي، النقطه اللي انتوا تبقى عندكم حافز عشان خاطر الجمهور ده، مش عشان خاطر حاجه تاني. بقول لهم ربنا معاكم، واحنا متوقعين ان انتوا تفرحونا بجد، احنا واثقين في دوت، احنا عارفين ان انتوا اللي هنا بتواجهوه بتشوفوه اختلف هناك، هناك عشان في فعلا لعب كوره، مفيش حاجه ضد اللعب، انتوا اثبتوا ووريتونا ان انتوا فعلا لعيبه، فاحنا متاكدين ان شاء الله ان انتوا هتعملوا حاجه، والموضوع مش صعب، انتوا جامدين. حابب اقول لهم ان بكره ان شاء الله باذن الله يعملوا ماتش كبير باذن الله، حتى لو الفرق السعوديه مدعمه وجايبه لعيبه كتير بملايين وصرفه جامد جدا جدا، بس احنا اللعيبه بتاعتنا هتلعب بالروح وهتلعب باسم نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك كبير 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 غير اي مكان، بنحترم فريق الشباب ونحترم النصر وكريستيانو والناس اللي جايبينها دي كلها، حتى لو جابوا الراجل التاني ده بتاع السنغال ساديو ماني، بس احنا فرقتنا فيها شيكابالا فيها زيزو فيها لعيبه كتير قوي هتفرق مع نادي الزمالك بكره ان شاء الله، نضاي يخف ان شاء الله ويلعب الماتش بتاع بكره، وباذن الله يبقى مؤثر جدا في الماتش بتاع بكره، وباذن الله دونجا بكره ماتش بتاع بكره، بقول لك يا دونجا شد حيلك بكره، وعايزينك تبقى ارجى الراجل، عشان انت نص الملعب، انت لعبت ولعب جنبك عمر جابر، انتوا اللي هتشيلوا الفريق جامد. اللعيبه شايلين شاره من اهم الشارات اللي في افريقيا وفي تاريخ مصر الكروي، شايلين شاره الزمالك، احنا ثقتنا كبيره جدا في ربنا وفي اللعيبه بتوعنا، ان هم زي ما عملوا مفاجاه كبيره جدا في الماتش اللي فات، ان شاء الله الماتش ده يقدروا باذن الله يعملوا برده مباراه كبيره ويعملوا نتيجه كبيره، واحنا قبل كده لعبنا فرق سعوديه وعملنا نتائج حلوه وكسبنا بنتائج مشرفه، احنا ان شاء الله ده قريبه مش بعيده، مش بعيده ابدا، ولاعبتنا كبار وثقتنا فيهم كبيره، ويقدروا ان شاء الله يشرفونا باذن الله، واحنا هنا قاعدين بنتفرج عليكم وبنساندكم وبندعي لكم، وان شاء الله ربنا معاكم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله بكره هيشدوا حيلهم وهنكسب الشباب السعودي، واحنا فرقه قويه جدا وعملنا ماتش حلو جدا، وان شاء الله اللي جاي احسن، ونصعد ان شاء الله اول مجموعه. بدايه كويسه جدا، وسيرو مصمم على طريقته وطريقته ممتازه، ان شاء الله هنكسب 2-0. احب اوجه رساله للعيبه واقول لهم انتوا رجاله وهتشرفوا الزمالك ان شاء الله باذن الله، وعشمنا فيكم كبير، وان شاء الله هنكسب 4 زي ما كسبنا الماتش اللي فات. طبعا لعيبه الزمالك يعني ابهرتنا بالماتش بتاع الاتحاد المنستيري، فازوا 4-0 على الاتحاد المنستيري، عندنا ماتش مهم جدا مع نادي الشباب السعودي، لعيبه الزمالك رجاله، ودايما في البطولات العربيه والبطولات الافريقيه دايما ما بيخذلوناش خالص. اللعيبه كانت شده حيلها المره اللي فاتت، كانوا عايزين يفرحوا الجمهور ويعملوا حاجه،
جمهور طبعا الزمالك في كل حته، في السعوديه، في المغرب، في اي حته جمهور ورا النادي يعني. ان شاء الله اللعبه تفرحنا بكره بثلاثة بونت ان شاء الله، واحنا يعني واثقين في لعبتنا يعني، وان شاء الله يفرحونا زي ما عودونا على طول بيفرحونا، وان شاء الله باذن الله بكره هناخد الثلاثة بونت برضو، وباذن الله ربنا يوفقنا برضو في الماتش اللي جاي ان شاء الله البطوله بتاعتنا يعني. احنا منتظرين ماتش حلو، وان شاء الله يعني الزمالك يكسب فرق كبير، ويعني يعني ان شاء الله الماتش يعدي على خير يبقى كويس يعني. ان شاء الله ان شاء الله 3-0 ان شاء الله هيكسبوا، لان هم قدموا المره اللي فاتت اداء عالمي جدا، وانا واثق ان شاء الله في اللعيبه، وهيقدموا اداء حلو ان شاء الله، وهيفوزوا ان شاء الله. حضرتك في الخدمات اللي عملها المستشار مرتضى منصور ليكوا كاعضاء؟ والله من ساعه ما جه المستشار مرتضى منصور وانا النادي الحمد لله بقى في قصه تانية، واتنقل لمرحله تانية خالص، بقى نادي عالمي، حمامات سباحه، اهتمام بجنان، اهتمام بحدائق اطفال، حديقة اطفال، اهتمام بكل النواحي الرياضيه والاجتماعيه في النادي حقيقه يعني. والله بقول له ربنا يوفقك يا سياده المستشار، ومعاك قلبا وقالبا، وان شاء الله مزيد من التقدم والازدهار، ومعاك ان شاء الله علشان نوصل بالنادي المنطقه كويسه والمرحله كويسه ان شاء الله، بالتوفيق دايما. والله الحمد لله النادي فيه التطور دايما مستمر، وفي الصيف دخلوا الحمد لله، وفي تكييفات في كل الاماكن، في المساجد وفي الاماكن الثانيه، وفي خدمات كثيره، وشايف ان اشتروا تروزات جديده، والحمد لله العمال امين بشغلهم كويس جدا، وفي الحمد لله التطور، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله رب العالمين. اقول له بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يسهل الفتره القادمه، وان شاء الله الجاي افضل لكل باذن الله حضرتك والنادي يعني. يعني انا عندي 57 سنه، من وانا عندي 5 سنين وانا عضو جوه النادي، فطبعا يعني نادي الزمالك لا انا يعتبر ابن النادي، مش لسه عضو جديد يعني. في النادي بقى الخدمات اللي عملها مستشار؟ لا طبعا ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك طبعا، وعمل خدمات جميله جدا جدا جدا، بقينا حسينا ان احنا قاعدين في نادي على مستوى الانديه الكبيره طبعا اللي بره. له خدمات كفايه ان انا كعضو النهارده لما بخش بحس بالاحترام جوه النادي، دي طبعا كبيره جدا جدا، بنلاقي كرسي نظيف محترم، بنلاقي ترابيزه، بنلاقي جناين، بنلاقي اماكن فيها احترام. بلس طبعا الخدمات الكتير قوي 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 ما شاء الله اللي عملها. لا طبعا ده يعني انا واحد من الناس، انا بفتخر ان انا عضو جوه نادي الزمالك. كل اللي هقوله له فعلا كان من قلب، انا مش عايز منه حاجه. جود لك وربنا يوفقك وينصرك. طبعا في خدمات كتير متوفره في النادي، من نظافه، من امن، من نظام، كل حاجه جميله بصراحه في النادي. الناس بتيجي بتقضي وقت وهي مستمتعه بالنادي وبخدمات النادي وفي راحه، والاطفال بتلعب ما فيش اي مشاكل، في هدوء، والحمد لله يعني النادي مستقر. من ناحيه الاعضاء مبسوطين بالنادي وخدمات النادي ونظافه النادي يعني. بنشكر طبعا على تعبهم في النادي ومجهوده الدائم. في عهد المستشار بطولة منصور النادي بقى حاجه عالميه، مش حاجه مثلا نادي كده بسيط، لا انا حضرت طبعا رؤساء قبل كده، وحضرت طبعا النادي قبل كده، ما كانش فيه يعني، هو عمل من لا شيء عمل شيء جميل اسمه نادي الزمالك. طبعا في صالات كبار، صالات الكاراتيه والجودو، وفي ملعب، في صاله الجمباز جميله جدا، وفي طبعا الجناين اللي احنا قدامها دي على طول، دي جناين لسه معموله، كانت شارع ملك فاروق ما كانش موجود اصلا شارع، وحمامات سباحه كتير، خدمات يعني لا يعلى عليها. طبعا اقول له احنا متشكرين جدا، وربنا يديك الصحه ويخليك لينا، واحنا بنعتز بنادي الزمالك، مش عشان نادي الزمالك بس، لا عشان حضرتك في عهدك عملت حاجات كتير جميله للنادي، وطبعا حضرتك عشان رئيس النادي حضرتك يعني يعتبر المنصب ده اتشرف بيك. اهلا بكم من جديد في زملكاوي، وصلنا لفقرتنا الثانيه الحواريه مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ وجدي زين الدين، رئيس تحرير مجله الزمالك. يا استاذي مشرفني ومنورني. اهلا، سعيد بيك يا استاذ احمد، فرصة سعيدة التقي بحضرتك والله. من يخليك، مشرفنا ومنورنا. في البداية عايز رأي حضرتك في مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية، عندنا ماتش صعب ومهم جدا أمام الشباب السعودي بكرة. هو طبعا في البداية طبعا احنا بنهني نادي الزمالك على الفوز العظيم في على الاتحاد المنستيرلي، ودي حاجة كويسة يعني، بشارة خير. في البداية بس عايز أوجه الشكر لفريق النادي، وبوجه الشكر في الأساس للمستشار مرتضى منصور اللي واقف خلف النادي بكل قوته
كل ما استطاع من قوة علشان يوفر الجو المناسب للنادي وللفريق اللي بيخوض البطولة العربية حاليا. الحقيقة ان انا الفترة اللي فاتت دي حزنت جدا جدا ان بعض جماهير اللي هي محسوبة على نادي الزمالك للأسف الشديد يعني وجهت الشكر للمدير الفني طبعا ده على دماغنا من فوق وللجهاز الفني كله وعلى المدرب والاخر واللاعيبه ده تمام كله ده تمام لكن نسوا حاجه مهمه جدا اللي ورا المنظومه دي كلها واحد اسمه المستشار مرتضى منصور ادى دور مهم جدا في المساله دي خاصه في ظل الازمات اللي النادي بيواجهها من يعني حجز على امواله وعلى ارصدته في البنوك ومن وقف وعزل وخلافه كل هذه الامور وحبس كل هذه الامور كلها للاسف الشديد وتعتبر عقبات او معوقات امام نادي الزمالك لكن رغم كل هذه الظروف الصعبه الا ان فعلا لابد من توجيه التحيه للمستشار مرتضى منصور اللي بيوفر الجو المناسب علشان الزمالك في البطوله العربيه حاليا. الحقيقه ان دي تحيه واجبه مننا نوجهها له في الاطار ده اضافه طبعا الى مساله مهمه جدا في هذا الاطار برضو دايما انا بركز عليها بصفة مستمرة هي جماهير نادي الزمالك. يا جماهير نادي الزمالك انتوا جمهور عظيم ورائع ولكم دور مهم جدا خلوا بالكم من الذين يثيرون الفتنة بينكم خلي بالكم لازم تقفوا كل قوتكم خلف نادي الزمالك في المهمة الصعبة اللي بياخدها في البطولة العربية. الحقيقة كون ان الزمالك يخوض البطولة العربية فما بيمثلش الزمالك هنا الزمالك بيمثل مصر هنا مصر مصر اللي بتلعب في البطولة يعني أنا من وجهة نظر الشخصية مش الزمالك اللي بيلعب لا ده مصر اللي بتلعب وبالتالي من المهم جدا أن الجماهير خاصة جماهير نادي الزمالك تقف بكل قوتها خلف ناديها وتؤيده وتؤزره وتشجعه حتى يعني عارف أنت حضرتك البطولة العربية دي بطولة صعبة ما هي السهلة فيها فرق قوية فيها لاعبين يعني محترفين على اعلى مستوى كل الامور دي كلها ان الزمالك يمثل مصر في هذه البطوله فده فخر للدوله المصريه وبالتالي لابد من الجماهير المصريه تعي هذه الفكره تماما وانا اثق ثقه يعني مطلقه في جماهير نادي الزمالك المخلصه مش المنتسبين لنادي الزمالك اللي بيشوع الفتنه والاضطراب والى اخره وبالتالي من المهم جدا جدا ان كلنا نبقى خلف نادي الزمالك في المهمه. الحقيقه بكره في ماتش مهم جدا الماتش ده يعني نتمنى من الله العلي القدير يعني ان يعني يتحقق الفوز لنادي الزمالك لان المساله دي يعني مساله هتسعد مش هتسعد جماهير الزمالك فقط هتسعد يعني ملايين المصريين سواء اللي بيشجعوا نادي الزمالك او اللي ما بيشجعوش نادي الزمالك وبالتالي في مساله مهمه جدا هي مساله ان احنا نقف بكل قوتنا خلف نادي الزمالك نشجعه نأزره نحذر شديد الحذر من كل الذين يحاولون إثارة الفتنة بين الجماهير ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفق الفريق بكرة في لقائه مع الشباب السعودي لأن ده لقاء مهم جدا وإن شاء الله عندنا أمل وعندنا يعني يقين إن شاء الله بإذن الله أن فريقنا فريق نادي الزمالك الفريق العظيم القوي بمدربه المحترم إن شاء الله يحقق الفوز إن شاء الله. أستاذ وجدي هنكمل كلامنا في نفس الإطار ولكن هروح للمملكة العربية السعودية لبعثة نادي الزمالك وقبل ما أرحب بيه أحب أشكره على اللقاءات الجميلة جدا اللي شفناها ونقلناها عبر قناة الزمالك الإعلامي المميز الأستاذ كريم أبو حسين برحب بيك يا كابتن كريم ومشرفني ومنورني وقول لنا بقى آخر أخبار بعثة نادي الزمالك. استاذ احمد برحب بيك طبعا برحب بضيفك الكريم استاذنا طبعا استاذنا في الصحافه استاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجله الزمالك واضافه كبيره جدا لقناتنا العظيمه بشكرك يا احمد على شغلك المميز وبشكرك على ان انت مالي مركزك في البرنامج الحمد لله وده اختيار موفق من المستشار مرتضى منصور كل التوفيق ليك يا حبيبي وان شاء الله باذن الله موفقين ودايما توش السعاده علينا وعلى فرقه نادي الزمالك وتطلع كل يوم ان شاء الله تحتفل مع ضيوفك ومع جماهير نادي الزمالك بانتصارات نادي الزمالك في بطوله الملك سلمان في البطوله العربيه. كابتن كريم الكواليس في كواليس كتير طبعا في اخبار وقلناها ولكن الكواليس وانت جوه الكواليس في حاجات كتير احنا مش شايفينها عايزينك تطلعنا عليها كابتن كريم.
والله يا احمد زي ما انت بتقول يعني للاسف الملايين مش شايفه الجهد المبذول سواء من المستشار مرتضى منصور اللي والله العظيم انا بشفق عليه من حمل المسؤوليه وبشفق عليه من المجهود ومن الجهد اللي بيبذله سواء في النادي سواء في التواصل مع البعثه هنا في السعوديه. بصراحه جهد جبار لا يقوى عليه الا شخصيه بقيمه وقامه وشخصيه وجلد المستشار مرتضى منصور اللي بيبذل كل الجهد والله العظيم كل الجهد ويستحق كل الاشاده من كل واحد داخل المنظومه تبع نادي الزمالك، كل الناس في مجلس الاداره، ناس في الجهاز الفني. مستر اسوري والنهارده اتكلم معانا بعد المؤتمر الصحفي، وجه الشكر للمستشار مرتضى لمجلس الاداره على جهده اللي بيقوم بيه وعلى توفيره كل متطلبات البعثه. انت لك ان تتخيل يا احمد ان نادي الزمالك وما ادراك ما طلبات نادي الزمالك، يمكن انت سبق ليك ان انت سافرت ورافقت بعثه نادي الزمالك، وبعثات نادي الزمالك بتحتاج مصاريف كتيره جدا. لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي المستشار مرتضى منصور لم ولن يتوانى في توفير الدعم المادي والمعنوي واتصالاته وتواصله مع كافة المسؤولين هنا في السعودية بداية من وزارة الرياضة هنا برئاسة طبعا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وتواصله المباشر مع السيد أو معالي رجال الله السلمي مساعد وزير الرياضة، وكان له دور كبير جدا أستاذ رجال الله في تذليل كافة العقبات باتصال من المستشار مرتضى منصور، وهو صديق شخصي للمستشار مرتضى. عايز أقول لك إن المستشار مرتضى كذا حاجة مثلا كانت واقفة أمام البعثة الإعلامية على طول اتصالاته مباشره مع كافه المسؤولين هنا في اللجنه المنظمه مع السيد رجال الله السلمي اللي بنوجه له كل الشكر والتقدير على دوره الكبير مع بعثه نادي الزمالك. وده عهدنا دايما للساده المسؤولين في السعوديه لان احنا اشقاء. المستشار مرتضى منصور لو تتذكر يا احمد معايا لما كان بيتكلم مع لعيبته قال انتوا سفراء مصر، سفراء الكره المصريه، سفراء لمصر في هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله كلنا بنوعده ان احنا هنكون يعني خير من يمثل نادي الزمالك داخل الملعب من ناحيه اللاعبين والجهاز الفني، وخارج الملعب من اللاعبين ومن كل افراد البعثه الموجودين. مستشار مرتضى طبعا من دوره وجهده وسعيه داخل نادي الزمالك النهارده زف بشرى اسعدت الملايين وضافت يعني اضافت نوع من البهجه والتفاؤل والراحه لدى الجهاز الفني ومستر اسوري وجهاز المعاون كابتن عبد الواحد وكابتن مدحت كابتن احمد مجدي اوسا باعلانه طبعا وصول البطاقه الدوليه ليوسف اوباما، لاعب كبير جدا ولاعب محوري وان شاء الله باذن الله يكون اضافه كبيره جدا لفريقه زي طول عهدنا بيه اوباما من اللعيبه الزملكاويه الدرجه الثالثه، يعني مشجع لاعب بدرجه مشجع، فان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا. المركز بتاعه كمان مستر اسوري ومحتاجه في طريقه لعبه. النهارده هو المستشار مرتضى اعلن وصول البطاقه الدوليه ان شاء الله، اجراءات بسيطه المستشار بيتابعها طبعا مع زملائنا الجهاز الاداري الموجودين خصوصا احمد ابراهيم في القاهره. باذن الله خلال ساعات يعلن المستشار مرتضى ان تم قيد يوسف اوباما يكون جاهز مع حمدي علاء ومع احمد زكي اللي المستشار اعلن عنهم قبل كده بانتهاء الاجراءات بتاعتهم، ان شاء الله يكونوا تحت امر الجهاز الفني. قبل ما انقل النقطه دي مستر اسوري اتكلم عن النقطه دي النهارده في المؤتمر وقال ان اللعيبه دي جاهزه وان شاء الله يكون ليهم دور، لكن هو بيحب لما يجهز اللعيبه يجهزوا على التوب فورم يا احمد، يكون جاهز وينزل يلعب ما يبقاش عنده اي ضغوطات، ما يبقاش عنده اي مشاكل فنيه او بدنيه في المباراه، فالناس بس ما تستعجلش. قال انا زي ما عملت مع دونجا وزي ما عملت قبل كده مع ايشو وزي ما عملت مع طارق وزي ما عملت مع حسام عبد المجيد وزي ما عملت مع كذا لاعب، لازم يرجع يبقى في التوب فورم بتاعته، فالناس بس ما تستعجلش وما تضغطش الناس وما تسبقش الاحداث. مستر اسوريو خير واحد وافضل واحد ملم بكل ظروف البعثه ولاعيبته، وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظننا جميعا ويكمل مسيرته الناجحه جدا اللي بداها برباعيه في مرمى الاتحاد المنستيري، ودي كان لها مفعول السحر يا احمد لان اول بطوله دي واول مباراه في البطوله كان كلنا متخوفين، ما فيش عليك احنا كلنا داخلين مباراه غامضه، ظروف غامضه، منافس غامض، انت بالنسبه لك مش قادر حتى تقف عليه غير اللهم الجهاز الفني اشتغل على بعض الفيديوهات واشتغل على بعض المباريات، ولكن التغييرات وتغيير الجهاز الفني في الاتحاد المنستيري كان في حاله من الغموض، لكن مستر اسوري وجهازه الفني اللعيبه الرجاله كانوا على قدر الثقه في هذه المباراه وقدروا ان هم يتعاملوا مع المباراه بالشكل المطلوب وحققوا افضل نتيجه في البطوله وتصدروا بيها المجموعه الثالثه اللي بتضم نادي الزمالك والنصر والشباب مع الاتحاد المنستيري. لفت النظر يا احمد ويمكن لو اتكلمنا بقى عن الفرقه معنويا ده مهم جدا أكيد. وامر مهم جدا انك اكيد رصده من عندك شايف الحاله المعنويه ايه. ماتش بكره صعب جدا امام الشباب
نعم اكيد. الحاله المعنويه دي انا كنت بكمل كلامي، يمكن الوحيد اللي كان اشتغل عليها كان مستشار مرتضى من قبل السفر. يعني بقول لك كان كلنا عندنا تخوف الا هو كان عنده ثقه. كابتن جمال لما اتكلم مع كمان الاستاذ احمد مرتضى في الاجتماع الاخير اللي كان موجود في صاله الكاراتيه والجودو كان عنده تفاؤل وادى اللعيبه الثقه. ده انعكس دلوقتي بعد الاداء الجيد في المباراه الاولى. المعنويات يا احمد في السماء النهارده. التمرينه ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظ لاعبتنا، ربنا يحفظ الجهاز الفني، شغل على اعلى مستوى، حاله من التفاؤل، حاله من التركيز، حاله من المعنويات المرتفعه بشكل مش عايز اقول لك. ان هم دلوقتي بقوا عندهم خلاص، خدوا الثقه بتاعت ضربه البدايه، خدوا اكتساب الفوز، خدوا دعم جماهيرهم، خدوا دعم رئيس ناديهم، خدوا دعم اللي شغل الاعلام كله. عايز اقول لك دور الاعلام هنا، يمكن انا حزين على اللي بيحصل في مصر واعلامنا المحايد اللي متجاهل فرقه نادي الزمالك. التوك شو اللي كان بيشتغل لو في مثلا أندية تانية عندها مثلا افتتاح مثلا مكتب أو افتتاح جراج، بتلاقي الدنيا اتقلبت. لكن نادي الزمالك ممثل مصر والفريق الأفضل في البطولة حتى الآن، لم يحظى بالاهتمام المناسب اللهم إلا البعثة الإعلامية اللي مشكورة للمستشار مرتضى منصور موفرها، وقناة الزمالك خلال برنامجك يا أحمد، وكل العاملين في قناة الزمالك، اللي إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله بس القناة تحصل على التأشيرات الخاصة للمستشار مرتضى موجه، اللي لازم يكون في استوديو تحليلي من هنا من مدينه الطائف، وان شاء الله لو انتقلنا لابها او انتقلنا لاي مدينه ثانيه هيكون الاستوديو التحليلي متواجد. لكن هي اجراءات بس في التاشيره واجراءات في السفاره باذن الله، الكروب بتاع القناه او طاقم العمل بتاع القناه يحصلوا على التاشيره. هنكون موجودين متعاكم بصفه يوميه على مدار اليوم باذن الله، وعلى قد ما نقدر بتوجيهات المستشار مرتضى هننقل لكم، وانا شخصيا هبتدي اشتغل كل ما اوتيت من قوه عشان انقل لحضراتكم كل كبيره وصغيره عن البعثه هنا في الطائف. وان شاء الله باذن الله بكره كمان بعد المباراه هيكون لنا لقاءات كبيره باذن الله، تكون لقاءات فرحه. لكن يا احمد زي ما انت بتقول، الاهم هو حاله التركيز وحاله المعنويات اللي مسيطره على لعيبه نادي الزمالك. المستشار مرتضى النهارده اتصل بيهم بعد التمرين من خلال كابتن جمال عبد الحميد رئيس البعثه عضو مجلس الاداره، ومن خلال استاذ خالد لطيف امين الصندوق اللي هو علاء مقلد طبعا المرافقين للبعثه، وكان له اتصال مباشر مع اللعيبه وكابتن عبد الواحد وأوسا ومدحت عبد الهادي، وقال للعيبه العبوا واستمتعوا بالمباراه، وكل مباراه بالنسبه لكم هي مباراه، هي دي البطوله، انسى الاتحاد المنستيري خالص، وطالب ان انت لازم تأدي في مباراه شباب لان دي مباراه التاهل يا احمد، واللعيبه عارفه كده كويس. ومستر اسوري النهارده يمكن في المؤتمر اتكلم على هذا الامر وقال لك انا عارف فريق الشباب كويس جدا، وفريق بيضم مجموعه من اللعيبه المهاريه، وعنده ميزه الاستحواذ يا احمد اللي بيتمتع بها نادي الزمالك، فهتبقى في سجال في المباراه دي في ارض الملعب او في مباراه خارج الخطوط بين كايزر وبين مستر اسوريو على الاستحواذ وعلى السيطره على وسط الملعب ونقل الكره. فمستر اسوريو اتكلم ان هو بنفس فكره وبنفس طريقه لعبه وبنفس الاستراتيجي اللي بنى عليها مباراه الشباب، ان شاء الله مباراه الاتحاد المنستيري هيخوض بنفس الفكر ونفس الاداء المباراه. لا ينقصنا الا التوفيق ودعوات الملايين، وطبعا الدعم الجماهيري ان شاء الله هيكون كبير جدا. وده برضو اتكلم عليه نبيل عماد دونجا لاعب الفريق النهارده، اللي اتكلم بحس الكابتن بجد، اللي اتكلم بحس ان هو كان اختيار موفق من الجهاز الفني ان يكون دونجا هو الموجود في الاجتماع النهارده او في المؤتمر الصحفي. اتكلم دونجا على الدور اللي انت بتتكلم عليه، الحاجات المعنويه يا احمد، وجودها اللي هو قرار المستشار مرتضى بضروره سفر محمد عبد الشافي انه يكون موجود كقائد، كواحد من احد الكباتن الفرقه مع عمر جابر مع شيكا مع فتوح، لازم يكون موجود باخلاقه الجميله بطباعه الهاديه جدا بخبرته الغير عاديه بالدوري السعودي طبعا رحله احتراف ولا اكثر ولا اروع من كده، وكمان عشان يقعد مع اللعيبه ويكون حاجه حافز ليهم. وانا من المؤشرات كده يا احمد بقول لك النهارده يمكن يكون في جديد، والمستشار مرتضى اعتقد ان هو متواصل مع البعثه، وعبد الشافي اي قرار هيكون مرحب بيه داخل نادي الزمالك، سواء قرر ان هو يكمل، سواء ان هو يكون في حاجه اداريه، يكون في النادي في اي قطاع، اكيد المستشار مرتضى منصور بخبرتنا بيه وسابق عهدنا بيه في كل المواقف دي، اكيد عبد الشافي هيكون له دور. شاف النهارده من الحاجات المبشره كان بيجري عمليات الجري حوالين الملعب، لابس النهارده الزي بتاعه، يمكن يا احمد بعت لكم فيديو بهذا الامر، لان دي حاجه معنويه للامر انت بتتكلم فيه، دفعه معنويه هتبقى كبيره جدا للاعبتنا، هتبقى كبيره جدا لجماهيرتنا، هتبقى كبيره جدا للعيبه وللثقه اللي موجوده. اما شفت الماتش اللي فات نيمار وهو بيجري على الونش وبيجري على اوباما في المدرجات، اصرار الونش ان هو يكون موجود ويجي من دبي يعمل عمره بعدين بشكل كبير جدا يا كابتن كريم. بس انا مش عايز افوت جداً حته جداً التغطيه الاعلاميه دي
واحنا هنا في قناه الزمالك بنسعى جاهدين طبعا بوجودكم كبعثه اعلاميه مع الفريق، ولكن بمشاركه عديد اللاعبين الاسامي الكبيره جدا في اهتمام اعلامي عالمي بالبطوله دي، برضو عايزك تكلمنا عليه وتغطيتهم لنادي الزمالك. احمد انت هنا بقول لك كل الاعلام وكل وكالات الانباء كلها مهتمه، كلها بتتابع نادي الزمالك، يمكن كمان اكبر جريده رياضيه هنا في السعوديه جريده رياضيه، وانا يمكن بعت صور لزميلنا كريم حمدي عن كل كبيره وصغيره بيتابعوها، يمكن كل الناس بتسال على عدم تواجد المستشار مرتضى منصور. عايز اقول لك ان هو كان عنده ثلاث دعوات، واحده من وزاره الرياضه السعوديه هنا، واحده من الاتحاد العربي، واحده من اللجنه المنظمه، لكن المستشار مرتضى زي ما كان اعلن قبل كده ان هو اعتذر لوجوده في النادي، وان الوقت ده هو محتاج يكون موجود في النادي عشان يبتدي يوفر كل الامور. كل الناس هنا بتسال على المستشار مرتضى، هو طبعا شعبيه جارفه، شعبيه غير طبيعيه، استقباله الاخير هنا مع مجلس ادارته واستقباله لما كنا في ماتش الهلال السعودي بيؤكد قد ايه الراجل ده قيمه وقامه كبيره جدا عند الاعلام السعودي وعند اخواننا هنا في السعوديه. كل وكالات الانباء، كل الصحف، كل حتى مراسلين الفرق العربيه من العراق، زمايلنا هنا معانا في مقر الاقامه من العراق، من قطر، من الامارات الشقيقه، من كذا مكان بصراحه، من الجزائر، الوفد الجزائري، الوفد السعودي هنا كمان بيتابعوا اول باول يا احمد بشكل غير طبيعي، ولايفات وشغل على المواقع وشغل في الجرايد وشغل في القنوات واستوديوهات تحليليه مغطيه البطوله، والقناه كمان اس اس سي اللي هيكون فيها كابتن خالد غندور متواجد بكره، يمكن دي كان طلب من المستشار مرتضى منصور على الفور، ان شاء الله هيكون موجود بكره في الاستوديو التحليلي كابتن خالد الغندور محللا لمباراه الزمالك مع الشباب مع زمايلنا في التلفزيون السعودي. النهارده تدريب برضو يا احمد من الناس برضو النهارده كان مسموح لوسائل والمواقع والاعلام السعودي والاعلام العالمي اللي بيغطي البطوله بالتواجد اول ربع ساعه. النهارده كان في اهتمام اعلامي كبير جدا بمران نادي الزمالك، وبالمثل برضو كان في مران الشباب ومران النصر عشان نكون منصفين، لكن نادي الزمالك بلاعبته بنجومه بزيزو بفتوح بشيكابالا بعمر جابر بعواد بصبحي بمحمد عبد الغني كل اللعيبه بالونش كمان بوجود عبد الشافي اللي الاعلام السعودي النهارده احتفى بيه بطريقه غير عادية، وكل الناس عنده شعبية جارفة وكل الناس تعرفه، كل الناس سلمت عليه، كل الصحفيين كانوا بيتكلموا معاه النهاردة. عبد الشافي ده نموذج مشرف وخير سفير للكرة المصرية وخير سفير لنادي الزمالك. كابتن كريم عايز أسألك على حاجة مهمة برضو كانت موجودة في المباراة الأولى، يعني الحضور الجماهيري شفناه ما كانش العدد كبير طبعا نظرا للطقس الحار جدا، بكرة الأجواء الجماهيرية ممكن تبقى عاملة إزاي توقعاتك؟ والله نفس الامر يا احمد، انا بس عايز الناس تلتمس العذر لجماهير نادي الزمالك، والله الناس هنا لم يدخروا جهدا في التواجد ان هم يكونوا موجودين، لكن انت عارف طبعا طبيعه السعوديه وطبيعه كمان الناس في الدوام عندهم هنا في وظائفهم وفي الشغل بتاعهم، فعندهم مش سهل يا احمد ان هم ياخدوا اجازات، لكن ناس مشكوره وعلى قد ما يقدروا بصراحه كانوا متواجدين، وانا بقول لك ان شاء الله العدد بكره باذن الله يمكن عدد كثير جدا من الجماهير بنتواصل معاهم، ورابطه مشجعي الزمالك في السعوديه عامله جهد مشكور، يمكن كمان لما المستشار مرتضى طلع شكرهم دي حاجه يعني بتدعم او حاجه بتحفز الجماهير كمان ان هي تكون موجوده في الماتش اللي جايه بنسب اكبر ان شاء الله باذن الله بكره برضو الجماهير هتكون موجوده. كابتن كريم في حاجه مهمه كمان حابب اسالك عليها، وهي طبعا ابراهيم انضاي يبقى غايب، من رؤيتك لتدريبات الفريق شايف مين ممكن يعوض تواجد ابراهيم انضاي؟ واكيد نيمار يعني اكيد، بس انا طبعا مش عايز اخش في كلامه، بس نيمار بنسبه كبيره جدا هو هيكون البديل، لكن ابراهيم انضاي النهارده كان بيأدي برضو تدريبات يعني فرديه لوحده النهارده كده وحاجات خفيفه، والحمد لله اطمنا عليه الجهاز الطبي برئاسه الدكتور محمد اسامه وكل معاونيه قايمين بدور على اكمل وجه، وان شاء الله باذن الله يعني نضاي سريعا باذن الله يعود، لكن اكيد نيمار هو اللي يكون البديل الجاهز وفقا لرؤية طبعا مستر اسوريو، يعني ايه مش هنحجر على رايه او ان احنا يعني نقول حاجه او مش معلومات مؤكده، لكن نيمار هو بيبقى الاقرب لمستر اسوريو بالظبط، وكمان هتبقى دافع معنوي كبير ليه كمان بعد ما سجل هدفين في المباراه الاولى. كابتن كريم شرفتني ونورتني، ورساله وافيه كافيه فيها كل شيء وفيها تفاصيل التفاصيل، وبنشكرك مره ثانيه وثالثه على اللقاءات والتغطيه القويه جدا اللي انت عاملها من بعثه نادي الزمالك في السعوديه، الاعلامي المميز كابتن كريم ابو حسين بشكرك شكرا جزيلا.
استاذ وجدي. شوف حضرتك، انا بس هعلق على جزء بس من اللي الكابتن كريم قاله، وده جزء مهم جدا. هو اتكلم على الدعم المالي والدعم المعنوي، ودي مساله مهمه جدا بتنتقل بالتبعيه للجهاز الفني وبتنتقل بالتبعيه للاعبين في ارض الملعب. الحقيقه فعلا زي ما هو قال ان المستشار مرتضى منصور صاحب الشعبيه الجارفه تحديدا في السعوديه، وانا شفت ده بعينيا سنه 2018 مع فريق الزمالك والهلال، وكان الاستقبال الحافل والشعبي للمستشار في السعوديه. هو فعلا ما كانش ينفع يسافر، لان فعلا كان لازم يبقى موجود هنا في النادي، اولا لتسيير امور النادي، الامر الثاني ان هو لازم يدبر الاموال اللي البعثه دي كلها محتاجاها. انت عارف حضرتك ان في مشكله ان مفيش فلوس، هو لازم يقعد هنا موجود يدبرها، وده مجهود خارج جدا جدا جدا. كل ان هو يعني ما سافرش، فده ده طبيعي جدا ان هو ما يسافرش المستشار علشان يقدر يدبر الدعم المالي اللي البعثه محتاجاه، ودي مساله في منتهى الاهميه. واعتقد ان هو بيواجه مشقه صعبه جدا جدا في هذه المساله، لكن لم يبخل على الاطلاق، وبيبذل قصارى جهده في سبيل توفير الاموال المطلوبه للبعثه عشان ربنا يوفق ان شاء الله. في نقطه تانية عايز استغل وجود حضرتك كقيمه صحفيه كبيره جدا استاذ وجدي زين الدين، انك تكلمنا برضو عن التناول الاعلامي. ما ده جايله انا ليا برضو جايله، انا كنت مسجله. هتكلم بس على الدعم المعنوي، وبعد كده هتكلم على التناول الاعلامي. الدعم المعنوي، المستشار مرتضى دائما على طول يعني لا يدخر جهدا الا في يعني في سبيل تقديمه لنادي الزمالك بكل منصاته وكل فرقه والى اخره، وبالتالي دي مساله احنا عهدناها فيها، دوره مهم جدا جدا، وده انعكس بالفعل على اداء الفريق مع الاتحاد المانشسترلي، وكانت النتيجه زي ما شفنا، زي ما كابتن كريم بيقول، كانت ضربه البدايه دي كانت مهمه جدا، فالضربه الحمد لله ربنا وفقنا فيها، وان شاء الله بكره يوفقنا في الماتش اللي جاي باذن الله ان شاء الله. المعنويات دي كلها بتتصدر، ما هو بص حضرتك الواحد ايه؟ لما يبقى رئيس النادي عنده كل الدعم ده كله وبيصدره، والمعنويات المرتفعه دي بيصدرها للفريق، فكانت النتيجه الطبيعيه جدا ان يبقى في تحقيق مصر. التوفيق من الله، صحيح توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن برضو ده محتاج ايه؟ محتاج معنويات تتصدر. فالمعنويات اللي اتصدرت للبعثه للجهاز الفني وللفريق كانت مهمه جدا في ضربه البدايه. ولا يزال المستشار مرتضى منصور، وانا اعلم جيدا هو بيعمل ايه، طبعا هو على اتصال دائم زي ما الكابتن كريم قال، اتصال دائم بالبعثه بصفه مستمره، وده في حد ذاته تحفيز ومهم جدا جدا، وده بيجيب نتائج ان شاء الله، لان بيصدر طاقه ايجابيه ليهم، فالطاقه الايجابيه دي بتحقق نتائج على الارض كويسه. انا بقى عايز اتكلم على الناحيه الاعلاميه. للاسف الشديد العالم كله بيتابع البطوله العربيه في السعوديه، وانا هاخد الجزء اللي يخصنا احنا هنا في مصر. للاسف الشديد التغطيه الاعلاميه المصريه لمتابعه البطوله العربيه مفيش تركيز على الفريق اللي بيمثل مصر، ودي مسألة في منتهى الأهمية. يعني أنا حزين جدا 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 على إن الإعلام الرياضي تحديدا مش مهتم بالقدر الكافي، زي ما الكابتن كريم بيقول لو بيفتتحوا مش عارف دكانة بالدنيا بتبقى زيطة فيها، والسوشيال ميديا بتشتغل وإلى آخره. طب ده فريق بيمثل مصر، يعني فريق بيمثل مصر، فين من ده كله؟ للأسف في تقصير شديد جدا جدا من الاعلام الرياضي فيما يتعلق بتغطيه نادي الزمالك اللي بيمثل مصر، ودي مساله مهمه جدا. يعني الحقيقه احنا محتاجين بقى يعني عمليه بقى ايه العصبيه وان ده نادي الزمالك، المفروض ده مش وقته خالص، ده بيمثل مصر. احنا دلوقتي لا، المفروض نتخلى عن العصبيه دي ونتخلى عن التعصب ده، ونبدا كلنا نبقى ورا فريق مصري في الاخر بيمثل جمهوريه مصر العربيه في بطوله مهمه جدا. فالمفروض يبقى فيه تغيير في السياسه الاعلاميه فيما يتعلق بالاعلام الرياضي، ودي مساله في منتهى الاهميه. المفروض فعلا يتم التغيير وفي اسرع وقت، خاصه ان لسه في حاجات كثيره قدام نادي الزمالك في الايام اللي جايه من بكره وبعده ان شاء الله، وغيره 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 ايام البطوله، وبالتالي لابد يكون في تغيير في السياسه الاعلاميه، لان لازم نعرف حاجه مهمه جدا. الزمالك لما ربنا يوفقه في ده توفيق لمصر بالدرجه الاولى، وبالتالي لابد يبقى في تغيير. الفكر الثقافي اللي موجود عند الناس في الاطار ده المفروض يتم تغييره، ما ينفعش
احنا هنا ما بنقولش زمالك بقى هنا ولا غير الزمالك، لا ده احنا بنقول ده فريق مصري بيمثل للدولة المصرية خارج مصر، فالمفروض كله يكون ورا الفريق المصري ده. طبعا حضرتك بتتكلم عن تناول اعلامي بالظبط فقط من خلال قناه زمالك والبعثه الاعلاميه. نعم. بفريق نادي الزمالك يضاهي اكاذيب وشائعات كتير جدا جدا بتحصل بعد انتصارك في المباراه الاولى، ولكن بنشوف طبعا تكذيب لكل هذه الشائعات. ليه نادي الزمالك بيتعرض لمثل هذه الشائعات دايما بعد انتصار؟ بص عايز اقول لحضرتك حاجه، نيجي مثلا بعد الفرحه الكبرى تلاقي فيديو نزل، واعتقد ان المستشار مرتضى منصور اتكلم عنه، فيديو نزل. طب انت منزلين الفيديو دلوقتي الواقعه مكذوبه ليه دلوقتي؟ ليه؟ هل هو ده المناسب دلوقتي؟ يعني لا، تحس ان في حرب معلنه، تحس ان في تربص، تحس ان في عايز يقتل فرحه. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ايه الهدف من ده كله؟ يا اخوانا ده فريق مصري بيمثل مصر في بطوله بره مصر، يعني المفروض كل المصريين يبقوا خلف الزمالك في التوقيت ده. مفروض التغيير الثقافي اللي عند الناس ده انا اوانه دلوقتي. ما ينفعش، ما ينفعش فريق مصري بيمثل مصر بره مصر ونعمل كده. تخيل انت الايام اللي فاتت دي بعد الماتش والفرحه لدى نادي لدى جماهير الزمالك ونادي الزمالك واعضائه والكلام ده كله، نجد فيديو بيتسرب وده وقته. ايه ده؟ هو مش بيتسرب، هو فيديو قديم كان موجود طبعا، ايا كان يعني قديم جديد قديم يعني. جديد هو ده وقته اصلا. ايه المقصود من ده؟ يعني ده مقصود منه ايه؟ مقصود ايه حاله الاحباط؟ ليه بنصدر حاله احباط؟ ليه بنصدر حاله احباط؟ ليه بنعمل فتنه؟ الفتنه دي خطيره جدا، الفتنه دي كارثه كارثه. ليه بنحبط الناس؟ ده مش وقته. بدل ما نقول لا احنا كجماهير نقف خلف نادينا ونشجعه والاخره، ليه بنعمل كده؟ طبعا في ده نوع من انواع التآمر على فكره، دي برضو في ظل السلسله الطويله من المؤامرات اللي على نادي الزمالك، دي كارثه في حد ذاتها. اخوانا ده فريق مصري، فريق بيمثل مصر، فريق ده فريق مهم جدا، بيلعب دور مهم جدا، بيمثل الدوله المصريه كلها، ليه بنعمل كده؟ هل لو اي فريق تاني هيحصل له اللي بيحصل ده؟ على فكره اللي بيحصل للزمالك ده غير طبيعي، شيء غير طبيعي. المفروض يبقى ان الاوان بقى الوقفه ونهدي الامور بقى ويبقى في مصالحه كويسه. ما ينفعش كده، ما ينفعش. ليه التآمر ده كله؟ انا اعلم جيدا ان التآمر ده كله وراه مجموعه قليله، المجموعه دي المفروض تتأدب بقى. ان الاوان لتأديب هذه المجموعه، كفايه ما يتعرض له الزمالك، كفايه كل الامور دي كلها بتحصل والزمالك يعني ده لو اي فريق تاني كان وقع. لك ان تتخيل لما يبقى فريق ما عندوش فلوس، انت متخيل هيحصل ايه؟ ده قله الاموال بتسقط دول، ما بال بقى مؤسسه رياضيه. ان شاء الله نادي الزمالك عمره ما يقع. ان شاء الله عمر نادي الزمالك ما يقع طالما في نادي الزمالك جبل. وخلي بالك بص بقى على مر العصور، نادي الزمالك دايما بيبقى بطل من رحم المعاناه، دايما بيبقى في مشاكل. هي دي عظمه نادي الزمالك على فكره. كتير جدا. وانا طلعت قبل كده هنا وقلت ان كل المعاناه اللي بتحصل لنادي الزمالك دي من وجهه نظري، يعني ناس تقول لك زعلانه الزمالك ما حققش مش عارف البطوله، لا ده انا من وجهه نظري الشخصيه الزمالك حقق اهم من البطوله، وهو ان هو رغم كل ذلك ثابت وجبل، وحتى هذه اللحظه امواله محجوزه عليها وما معاش عندوش فلوس ورئيسه بيتحبس واتعزل واتجمد وكل ده كله، والزمالك زي ما هو الزمالك ده جبل، ده حاجه عظيمه جدا جدا. وبالتالي انا الاوان بقى لتغيير بقى ايه، وقف بقى المؤامرات ضد نادي الزمالك، لان في الاخر هو مؤسسه رياضيه بتدعي الدوله المصريه. ما ينفعش كده، ده وليه جمهوره وليه شعبيته والاخره. أنا أتمنى من الله العلي القدير إن بكرة ربنا يوفق الزمالك ويسعد جماهيره زي ما أسعدنا قبل كده في الماتش اللي فات مع الاتحاد المانشستيري، وإن شاء الله بإذن الله بالروح المعنوية والإيجابيات اللي تم تصديرها للبعثة
وده انا لمسته من كلام الكابتن كريم، يعني فعلا في يعني روح معنويه مرتفعه ان شاء الله. هو نقلها لنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله بكره، ان شاء الله بكره ربنا يوفقنا. شرفتنا ونورتنا يا استاذ وجدي. حبيبي شكرا جزيلا. شرفنا ونورنا الاستاذ وجدي زين الدين الناقد الرياضي الكبير رئيس تحرير مجله الزمالك. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.